الصبح في الاهلي، اغنيه مكمله معانا. الله الله، صباح الخير يا كريم. فرده نفسها دي ام كلثوم يا عالم. صباح الفل عليك يا نهاوند، صباح الفل على مشاهدينا في كل مكان في العالم، واهلا بيكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. حلقتنا النهارده ان شاء الله ساعتها الثانيه هيكون معانا فيها فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هيشرفنا فيها كابتن معتز عاشور وهو رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاوله، والفقره الثانيه هتكون فقره طبيه مع الدكتور باهر السعيد اللي هيكلمنا عن موضوع انا شخصيا ما كنتش عمري تخيلت انه قائم اصلا وانه حاصل. طبعا مش محتاجين نتكلم عن التدخين واثره السلبي على القلب وعلى الرئه وعلى حتى المعده يا نهاوند، لكن ان يبقى للتدخين اثر على المفاصل بالنسبه لي دي جديده. دي جديده، احنا بص كل ملف من الملفات اللي احنا بنتكلم فيها الخاص بالصحه بنكتشف حاجات مختلفه. حتى صحيح. كنا قبل كده اتكلمنا صحيح. الرابط ما بين السمنه والزهايمر، ايه العلاقه؟ صحيح. اول مره برضو كنت انا شخصيا اعرف هذه المعلومه. ف بالتالي يعني الفقرات اللي هي الطبيه دي بتبقى مفيده جدا، بتقدم لنا معلومات فعلا او يعني حاجات احنا كناش فعلا عندنا اي درايه بيها. على كل حال بقى تعالى نخش في المهم والمفيد والحديث دلوقتي العالم كله طبعا نتكلم عن المواجهات المحتمله، واتكلمنا عنها امبارح في دور ال 16 دوري طبعا ابطال اوروبا. امبارح توقعنا وقلنا ان ممكن يكون على سبيل المثال مثلا هنبدا بليفربول ممكن ان هو يواجه ريال مدريد وباريس سان جيرمان طبعا، ويقع كمان باريس سان جيرمان مع البايرن. وقد كان على فكره ده بالظبط اللي انا وانت لو انت فاكر قلناه امبارح، اول المواجهات المرتقبه ومفروض الناريه خلاص قلنا عليها، وهي يعني زي ما بتقال كده ليفربول مع ريال مدريد، لقاء بيسموه الكلاسيكو اوروبا. المباراه الاولى هتكون في انفليد والعوده في ملعب سانتياغو. طيب ليه المباراه دي زي ما بتقال كده يعني تحديدا عليها واخده اهتمام كبير جدا على السوشيال ميديا؟ لان امبارح كان في كلام كتير، والمواجهه دي الناس بتتكلم ان هي المباراه الثاريه، المباراه المرتقبه، وكنا بنقول ده لان هم من كام شهر لعبوا نهائي زي ما حضراتكم اكيد تابعتوا، نهائي دوري ابطال اوروبا، والريال كسب بهدف واخذ كمان البطوله، ده غير كمان ان هو كان في نسخه لو رجعنا 2021 ريال كسب ليفربول في الدور ربع النهائي كان 3-1، كانت مباراه قويه جدا. وقبلها في نهائي نسخة 2018 برضو الريال كسب ليفربول بنفس النتيجة. يعني أعتقد هنا الموضوع قلب بعقدة شوية، عشان كده لما بنيجي نتكلم عن ريال وليفربول بنقول مواجهة مرتقبة بين يعني اتنين كبار أو عملاقين كبار جدا، كل واحد فيهم أكيد أكيد مع عدد كبير يعني من الأبطال من السكواد النجوم طبعا، لكن هنشوف المباراة هتمشي إزاي. لكن برضو هي مباراة أكيد مرتقبة وثائرية بشكل كبير جدا يا كريم. أكيد هو الحقيقة يعني القرعة امبارح أصفرت عن مجموعة من اللقاءات كل واحدة منهم على حدة تتوسط بان هيحصل من خلالها ضرب نار وبما لا يدع اي مجال للشك. بالمناسبه في مواجهه ثانيه كمان لا تقل هي الاخرى في الاهميه عن لقاء ليفربول وريال مدريد، طبعا بكلمكم عن مباراه باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ. الاثنين كبار والاثنين تقال والاثنين تاريخ وحدوته طويله وعريضه، وكل واحد فيهم بطبيعه الحال عنده طموح انه يفوز بالبطوله، مش مجرد يتفوق في هذا اللقاء وانتهينا، لا دول عايزين كل واحد فيهم عايز يفوز بالبطوله. البايرن عنده من الامكانيات ما يؤهله للفوز بالبطوله الحاليه برغم انه طبعا استغنى عن هدافه الفظيع ليفاندوفسكي، لكن نرجع ونقول برضو معاه ساديو ماني والجناح الخطير جنابري والهداف مولر والنجم الشاب جمال موسيالا، برضه كتيبة يعني مش سهلة. كمان باريس سان جيرمان يعني عنده هو كمان كل المقومات اللي تخليه يعني يفوز بهذا اللقب الحالي، عنده ميسي ونيمار ومبابي وأشرف حكيمي، يعني المواجهة هتكون نارية وقوية جدا جدا جدا. بالمناسبة مباراة الذهاب هتكون في باريس والعودة في ألمانيا، لكن طبعا المواجهة الثالثة بقى بين مانشستر سيتي ولايبزيج يعني نقدر نقول ان فرص المان سيتي افضل نسبيا، يعني ان هي اللي تفوز وتتاهل الا اذا حصلت اي مفاجاه في هذا اللقاء وتكون مفاجاه غير متوقعه. كمان مواجهه انتر ميلان مع بورتو مباراه هنقول ان هي متكافئه الى حد كبير، يعني من وجهه نظر ناس كتير هتكون 50-50، لكن يعني اتوقع ان شخصيه وتاريخ انتر ميلان يعني يرجح كفته في هذا اللقاء اكتر نسبيا من بورتو. بس هي هتبقى مباريات كلها قوية طبيع. يعني أنا عاجبني على فكرة القرعة جدا يعني بالمناسبة دربنا. لأن أولا إحنا في منها توقعناها امبارح بشكل يعني 100% أو بشكل كامل، وفي لأ. بس على كل حال أنا شايفة إن المباريات قوية، المباريات بتحمل
في تنافسيه، في ثاريه بين فرق مختلفه، ده في حد ذاته اعتقد بيعطي يعني متعه للجماهير اللي بتتفرج، هي دي الغرض في الاول وفي الاخر من كره القدم يعني. طبعًا. على كل حال خلينا برضو لو كملت على كلامك نفس الموضوع ونفس الامر برضو لو هتروح بقى لميلان، طبعا قطبي ميلان هنا انا بتكلم، وهنتكلم ميلان مع توتنهام تحديدا، واللي هتكون برضو لو انتوا شفتوا زي ما حضراتكم كده متابعين على الشاشه، لا اللي فاتت، على كل حال هتبقى مواجهه متكافئه برضو الى حد كبير جدا. انا اتوقع ان هي تخلص بصعوبه بفارق هدف لاي من الفريقين، لكن هتكون مباراه برضو قويه. طيب كمان عندك كلوب براغ البلجيكي مع بنفيكا البرتغالي، نفس الامر برضو مباراه متاحه، الثنائي ممكن ان هو يعمل تاريخ لنفسه زي بتقول لك كده، اصنع انت التاريخ بنفسك، الامور كلها متيسره، الفرص الى حد ما متكافئه. هنروح بقى ليه مباراة نابولي مع انتراخت، طبعا فرصة برضو كبيرة جدا لنابولي ان هو يحقق الفوز ويوصل لدور ربع النهائي، لان نابولي لو هنتكلم عن نابولي تحديدا، لا نابولي يعني عامل موسم حالي رائع جدا، بيقدم كرة قدم عظيمة جدا، يعني اعتقد ان فرصه اعلى بكتير، فهنشوف اللي هيحصل. لكن برضو خلينا نكمل في المواجهات لان لسه معانا كريم برضو منهم، مثلا مواجهة بروسيا دورتموند مع تشيلسي، رغم ان كتير جدا من الناس متوقعين فوز تشيلسي، لكن برضو بروسيا في دوري الأبطال ملوش أمان، يعني ممكن جدا من غير أي مقدمات وبشكل مفاجئ يعدي من الماتشين ويوصل للدور ربع النهائي. في البطولة دي كل شيء متوقع، لكن يعني على العموم هي كلها ماتشات قوية ومواجهات قوية، نتمنى أن كل حضراتكم تستمتعوا بمتابعتكم ليها. آخر حاجة هنتكلم عنها هي مواجهة وحيدة في قرعة الدوري الأوروبي، وهي مباراة برشلونة مع مانشستر يونايتد، وهي طبعا مباراة كلاسيكية جدا بطبيعة الحال، هتخطف كل الأنظار، وخصوصا أن هيكون فيها بقى مواجهة صريحة بين رونالدو وبين جماهير ملعب الكامب نو اللي لعب عليه رونالدو قبل كده عشرات الماتشات، ويعني بين الريال مدريد والبارسا، وليه ذكريات جميله جدا وليه ارقام تهديفيه كبيره على ارضيه هذا الملعب. على كل الاحوال تعالوا نتكلم بشويه تفاصيل اكتر يعني عن التوقعات والنتائج الفتره اللي جايه ان شاء الله، وشكل الماتشات هيكون عامل ازاي، كل ده هنتجاذب من خلاله اطراف الحديث مع منى عمر الناقده الرياضيه. يا منى صباح الفل عليكي واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل يا كريم، انا مبسوطه ان انا معاكم، صباح الفل عليك يا نهاوند، وصباح الفل على كل متابعي قناه النادي الاهلي. صباح الهنا. طيب تعالي بقى نعرف في البدايه كيف رايتي حفل القرعه امبارح؟ والله يا كريم هي كانت مفاجاه كبيره جدا بصراحه، ماتشين ليفربول وريال مدريد وباريس وبايرن، يعني كل يعني اتفاجئنا الى حد كبير ان الماتشات دي بتتكرر تاني، ولو ان ده العادي يعني في قرعه دوري الابطال، هم دول يعتبروا المباراتين اهم مباراتين اصلا في دور ال 16. طبعا يعني هم بالنسبه للجماهير دول نهائي مبكر، سواء ليفر وريال مدريد او صحيح بايرن وباريس. خلينا نبدا بليفربول وريال مدريد. طبعا كل الناس عارفه طبعا ان ليفربول عنده طار بايت بقاله كام سنه مع ريال مدريد، طبعا اخرهم الهزيمه الموسم الماضي في النهائي 1-0، وكانت في هزيمه قبل كده نهائي 2018 برضه كانت 3-1. الوضع بالنسبه لليفربول صعب، مش سهل خالص يعني، خصوصا مع بدايته السيئه في الدوري وتراجع النتائج من اول الموسم. بالتالي ليفربول يعني اعتقد ان هو لما سمعوا القرعه حسوا بحظ تعيس يعني، ولكن ونحط تحت دي مليون خط، الماتشات دي مش هتتلعب غير بعد المونديال، بعد كاس العالم طبعا، بعد ميركاتو تسويق، بعد لعيبه دوليه هتبقى راجعه من كاس العالم، سواء اصابات سواء اجهاد، سواء في تغيرات كتير جدا 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 ممكن تحصل من دلوقتي لحد شهر فبراير. شفنا ريال مدريد امبارح بيخسر 3-2 عادي من رايو فايكانو، بيتعادل قبلها مباراه، فقد الصداره دلوقتي مع برشلونه، فكل شيء وارد جدا جدا جدا. الامور مش مستحيله بالنسبه لليفربول على الرغم من وضعه المتذبذب ده في الدوري. لو هنبص للارقام هنلاقي ليفربول في اخر 6 مواجهات مع ريال مدريد هو ما كسبش ولا مباراه، خسر 5 وتعادل مباراه واحده. لو هنتكلم على صلاح بقى تحديدا، فصلاح برضه لما يعني واجه ريال مدريد في 6 مرات
4 كانوا مع ليفربول و2 كانوا مع روما. وبرضه صلاح حظه ما كانش حلو ان هو ما كسبش ولا مباراه، خسر مع روما في ثم نهائي 2016، خسر مع ليفربول نهائي 2018، خسر ربع نهائي 2012 مع ليفربول برضه، وخسر طبعا نهائي 2022 اللي فات. احنا متعودين ان صلاح هو دايما اللي بيسبب عقد للانديه مش العكس يعني. فنتمنى ان المواجهه المقبله ما بينهم هما الاثنين تبقى ثاريه لصلاح ابننا يعني. طيب منى خليني اروح معاكي لنقطه برضو، ولسه بنتكلم عن ريال مدريد وليفربول، لان يعني انا برضو عندي قلق من الناس اللي عندها قلق شويه، خصوصا للاوضاع الاخيره واللي سمعناه مؤخرا لسه من كام ساعه، يعني موضوع ان ملاك ليفربول بيفكروا ان هم يبيعوا يعني النادي او يتنازلوا عن الاسهم لشركاء جدد. هل هذا الامر ممكن ان هو يؤثر برضو بشكل ما على النادي وعلى تقييمه وعلى الرانكينج بتاعه وعلى الاداء بتاعه وعلى اللعيبه بتاعته وبالتالي على محمد صلاح؟ يعني هل التذبذب ده برضو في الاداره ربما يؤثر، غير ان هو اصلا يعني مستواه ليس الافضل حتى هذه اللحظه، هل ممكن كمان نشوف مستوى اسوأ من كده؟ بالتاكيد يعني هو عند اي ذبذبه في الاداره في الفريق في الجهاز الفني اكيد 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 هتعود على اللاعبين. بس لازم يعني الكلام ده كمان بيحصل بره اكتر او في اوروبا اكتر، لازم بيكون في فصل ما بين ده وما بين ده، فصل ما بين مثلا المشاكل الاداريه وما بين الفرق سواء بقى في الجهاز الفني او لاعبين. ولكن يعني عايزه بس اقول لك على نقطه مهمه جدا، ان ملاك اصلا ليفربول اصدروا بيان امبارح او وضحوا فيه حقيقه موضوع البيع، وان هم يعني هم ما طلبوش بشكل علني او بشكل رسمي ان هم هيبيعوا النادي، ولكن هم انا اسفه فتحوا الباب قدام مستثمرين او مساهمين جدد او مساهمين جدد يدخلوا معاهم في ملكيه النادي. فاعتقد الوضع كده بقى مختلف شويه عن البيع. احنا لسه شايفين تجربه تشيلسي مع رومان ابراموفيتش لما اضطر ان هو يبيع النادي وتولى ولما باع النادي طبعا واتغيرت ملكيه النادي، شايفين التذبذب اللي عليه الفريق في الفتره الاخيره. فاكيد اكيد اي خلل او اي ذبذبه بتحصل اداريه اكيد بتعود على الفريق السلبي. طيب خلينا نكمل معاكي بقى ونروح لنابولي وانتراختا. أنا سؤالي هنا، هل يعني هو فرصة ممكن نقول كبيرة للفريق الإيطالي طبعا إن هو يواصل هنا انتصاراته والمفاجآت هذا الموسم زي ما هو يعني معودنا حتى هذه اللحظة، ولا الوضع إزاي؟ بصي هي حسابيا نابولي طبعا عنده فرصة كبيرة جدا إن هو يتواجد في ربع نهائي دوري الأبطال بالتزامن كمان مع موسم جيد جدا 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 ورائع بيقدمه الفريق في الدوري الإيطالي. لكن برضه في نقطة مهمة جدا ما ننساش إن فرانكفورت أصلاً تأهل على حساب لشبونة، كانت مفاجأة كبيرة جدا في المجموعة بتاعتهم. دي نقطة. نقطة تانية إن فرانكفورت السنة الموسم اللي فات كان هو سبب خسارة برشلونة في ربع نهائي الدوري الأوروبي، وقدر إن هو يوصل للنهائي وقدر إن هو يحصد اللقب في الآخر. سلام صحيح. ففرانكفورت فريق لا يستهان به. مش معنى إن انطلاقة نابولي سواء في الدوري الإيطالي سواء في دوري الأبطال رائعة انه احنا نقلل مثلا او نعتبر انه نابولي هو الاوفر حظا. ممكن يكون عنده فرصه اكبر، ولكن فرانكفورت مش فريق قليل او فريق استهان بيه، المباراه مش هتبقى سهله برضو على الفريقين يعني. طيب على ذكر ايطاليا برضو يا استاذه منى، ايه رايك بقى وتوقعاتك بالنسبه لمواجهات قطبي ميلانو، ميلان مع توتنهام وانتر مع بورتو؟ الاثنين يعني مواجهتين متكافئتين، الكفه متوازنه ما بين الفرق. طبعا مشجعي ليفربول ومشجعي سيتي ومشجعي ريال كانوا بيحقدوا على انتر ميلان امبارح ان هو قرعته كانت بورتو، لان هم طبعا اكثر من فريق يعني كان بيتمنى ان بورتو تقع في قرعته في دور ال 16 يعني، لكن على اساس ان هو فريق اسهل يعني. لكن في النهايه الكفتين يعني قريبين جدا ما بين توتنهام وميلان وانتر وبورتو. تمثيل توتنهام كان خرج ميلان في المواجهه الوحيده اللي كانت ما بينهم في 2011 وفاز عليه سانسيرو في دور ال 16، يعني المواجهه دي كانت سابقه قبل كده يعني ما بين الفرقتين. لكن انا شايفه ان هم المواجهتين يعني
ده عنده حظوظ وده عنده حظوظ، مفيش فرقه موجهه عن فرقه اخرى يعني. كويس جدا. طب خلينا نروح بقى اخر حاجه عشان ما نطولش على حضرتك برضو. انا عايزه اروح للدوري الاوروبي، هنا هنتكلم عن مانشستر يونايتد وبرشلونه، وانا عندي كلام شويه، معلش لو تسمحي لي يعني اقول ده، او يعني لو يسمح لي جماهير اليونايتد وبرشلونه ان احنا نتكلم بشفافيه، لان الاثنين في اسوء حالاتهم، يعني الاثنين فرقتين تقريبا مش موجودين حتى هذه اللحظه. خلينا نقول بمنتهى الصراحه، مانشستر يونايتد محتاج تقريبا يعني فريق كامل، البارسا او برشلونه لسه مع كل اللي بيحصل مؤخرا ده ومحاولات الاصلاح والصفقه بتاعت ليفاندوفسكي وغيره، لسه لم نحصل على قيمه برشلونه بشكل حقيقي، لسه لحد دلوقتي ما رجعش لمستواه ابدا، يعني لسه بعيد. فبتشوفي بقى ازاي اصلا هذه المباراه، ومين يمكن اللي حظه اوفر شويه، رغم ان الاثنين زي ما كنت بقول لحضرتك تعساء المستوى حتى هذه اللحظه يعني. بصي يا نهاوند، اول ما القرعه اتعملت وطلع الورقتين برشلونه ويونايتد، يعني كانت اغلب التعليقات ان دي مباراه هربانه من الشامبيونز. طب يعني الناس متفقه معايا، طب ما حدش هيزعل يعني؟ لا شيء صعب جدا الصراحه. دي حقيقه، احنا يعني بنشوف برشلونه ويونايتد في الدوري الاوروبي، بنشوف بنفيكا وكلوب روج في دوري الابطال. طبعا انا مش قصدي اقلل منهم خالص، لا يعني بس بتحصل. بنتكلم على تاريخ انديه في البطوله الاقوى يعني. بالظبط بالظبط. بس ف زي ما حضرتك قلت يعني، هو الفريقين مش في افضل حالاتهم تماما، الاثنين لسه بيحاولوا يتعافوا زي ما بنتكلم. برشلونه ما كانش حظه حلو ابدا، خرج من دوري الابطال في سيناريو قاسي جدا جدا جدا. ولو ان انا من وجهه نظري يعني استمراره في دوري الابطال ما كانش هيطول. يعني كان هيقع في 16، هيقع في ربع النهائي، ما كانش هيوصل ابعد من كده يعني. يونايتد وضعه من البدايه هو متاهل، ما تاهلش اصلا لدوري الابطال ولعب دوري اوروبي على طول يعني. انا شايفه ان القرعه ظلمت الاثنين بنهائي مبكر في ثمن النهائي يعني. يعني احنا كنا منتظرين المباراه دي مثلا في النهائي، في نصف النهائي، فبدات مبكرا جدا. فللاسف فرقه منهم يعني مش هتكمل معانا في البطوله، المباراه مش هتبقى سهله تماما. مباراه ما بين الاثنين خارج التوقعات، ما تقدريش تقولي لا انا شايفه ان ممكن. هقول لك انا على فكره توقعاتي، انا اعتقد البارسا هو اللي هيفوز، لان ليفربول عفوا مانشستر يونايتد في أسوأ حالاته، يعني انا اتوقع الفوز لبرشلونه، ده توقعي. ومع يعني وضع برشلونه مش الافضل برضو يعني، هو مش مختلف كتير يعني. انا حتى برضو فوجئت بتصريح تشافي امبارح بعد تعليقهم على القرعه ومواجهته مانشستر يونايتد، انه شايف ان مواجهته مانشستر يونايتد اسوء حاجه ممكن تحصل لبرشلونه في الدوري الاوروبي. تحس ان الاثنين هيتعكسوا على بعض، ممكن ده سيء وده سيء، ده ايه الماتش ده؟ مفيش تصريح يعني اسوء من كده ممكن تتقال يعني. فاحنا يعني هي مواجهه طبعا الجماهير كلها هتنتظرها، هنرجع نشوف رونالدو تاني بيلعب في الكامب نو، سجل اهداف هناك كتير. ده طبعا في حال انه لو استمر اصلا في يونايتد بعد كاس العالم وبعد الماتشات يعني. ف يعني نتمنى لهم طبعا لا خير خير يعني ان شاء الله. عندهم خير يعني. ميرسي جدا على المداخلة دي بجد أستاذة منى عمر الناقدة الرياضية، وبجد بنستمتع يعني تحليلاتها، وبتبقى إلى حد كبير مختلفة. يعني لا بتبقى برضو ليها رؤية كده، أوقات لما بتتوقع معانا بتصدق. بس سيبك انت ايا كان المستوى، هتلاقي برضو في الاخر ماتشات ممتعه، هتبقي قاعده بتتفرجي وانت مستمتعه، حتى لو كل فريق انت بتتابعيه الفتره دي تحديدا ما هياش الفتره الامثل في تاريخه مثلا، برضو هتشوفي كوره ممتعه الى حد كبير. هتشوف بس بقى انت كمان مع انك هتشوف كوره ممتعه كريم، انت بتشوف حاجات، وده بيقول لك تاني او بياكد فكره ان ما فيش حد بيفضل رقم واحد على طول تاني حتى في الرياضه. يعني هو مين كان يتوقع في الحياه ان برشلونه هيوصل لهذا المستوى في يوم من الايام؟ يعني مشاكل طبعًا اقتصاديه بقى لها موسمين لحد دلوقتي، ادت الى بيع اكتر نجم واكبر نجم واغنى نجم وعظم نجم عندها،
ميسي وبعد كده ينتقل وبعد كده يعملوا صفقة جديدة، وليفاندوفسكي بالمناسبة صفقة يعني مفروض صفقة جيدة، لكن برضو النادي مع كل ده ما قدرش ان هو يعود مرة تانية للرونق او للمستوى بتاعه. طب هل ده هيحصل مثلا الموسم اللي جاي او اللي بعده؟ الله اعلم. اشك بقى يعني، لان برضو عندهم هم الخاصية بتاعت ان لما الدنيا تتكعبل وهم ليهم تاريخ زي ما انت بتقولي اكيد مش هيسيبوا الوضع يستمر على ما هو عليه، ملهاش حل لمليون سبب والمليون اعتبار، حتى اقتصاديا كمعلنين وكقيمه تسويقيه يعني لازم يبصوا يتشقلبوا جوه مشاكلهم وهم لازم يحلوها. انا بتفق معاك، ومانشستر يونايتد محتاج برضو نفس الكلام. يعني اعداد يعني من البدايه كده زي بقول لك، يعني لا يعني طبعا. اعداد فريق جديد، ما يعني معلش محدش يزعل بقى. على كل حال نروح تاني ونرجع مره تانيه لليفربول، ولسه كنت بتكلم في النقطه دي مع استاذه منى عمر في المداخله، وفكره هنا الحديث اللي دار، وده خبر على فكره لسه ما بقالوش تقريبا 10 ساعات تحديدا او حاجه، انتشر في الصحف بشكل كبير جدا، وتقارير صحفيه انجليزيه اتكلمت عن فكره هنا عرض نادي ليفربول للبيع بس بشكل كامل، هو ده اللي اتقال بعد هنا تغيير موقف الملاك. الملاك يعني كان زمان حاجه، او كان وجهه نظرهم في هذا الموضوع حاجه، وبعد كده اختلفوا شويه او غيروا رايهم، واوضحت التقارير تحديدا ان الملاك هنا ملاك النادي قرروا عرض النادي للبيع، وده عكس موقفهم زي ما كنت بقول الفتره اللي فاتت. طيب هل هم مستعدين لسماع العروض؟ اه هم اكدوا ان هم مستعدين لسماع العروض المقدمه، وكمان في سياق متصل كانت المجموعه المالكه للنادي اصدرت بيان رسمي كان نصه كالتالي كده بالظبط: كان هناك عدد من التغييرات الأخيرة في الملكية، وشائعات عن تغييرات في الملكية بأندية وبريميوم ليج. وأضاف كمان البيان: تلقت المجموعة بشكل متكرر يعني إبداء الاهتمام من طرف ثالث يسعى أو يسعى إلى أن يصبح مساهم في ليفربول، وسننتظر من المساهمين الجدد إذا كان ذلك في مصلحة النادي. فده الكلام، ده البيان، لكن لسه احنا بنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل، هل ده هيحصل بشكل كامل ولا لا، يعني هيكون في مساهمين جديد او ملاك جديد او لا يا كريم، هيبان الفتره اللي جايه. لكن اللي يهمنا مش هو ده خالص، اللي يهمنا النقطه اللي انا استاذه منى وكريم اتكلمنا فيها، وهي فكره ان هل تغيير الملكيه او فكره هنا الاداره بيؤثر على النادي ولا لا. اكيد بطبيعه الحال هيؤثر، لان الاستقرار في اي نادي ده بيبقى شيء مهم جدا، وبيبقى فيه رسائل كمان للعيبه، فاكيد ده هيأثر كمان على الاداء كريم ده فور شور. ومنطقي يعني جدا ان من ساعه لما الخبر ده يعني اتشير او اتذاع واعلن عنه من ساعات زي ما انت بتقولي، طبيعي جدا ان مبدئيا كده كتير جدا من المصريين يقلقوا، يقول لك الله طب والكلام ده هيبقى له انعكاسات على ابننا ولا ايه؟ محمد صلاح يعني هيحصل له ايه بقى؟ يعني طبيعي ان يحصل ربط ما بين نجمنا محمد صلاح وبين الكلام اللي بيتقال، بعد طبعا نيه الملاك في سواء بقى البيع بالكامل او مساله ان مجموعه من الاسهم فقط هي اللي هتطرح للتداول مش عارفين، لكن يعني نقدر نقول انه اكيد يعني بحكم المنطق محمد صلاح لا هو ولا غيره هيبقى لهم اي علاقه بالمساله دي من قريب او من بعيد، وما ينفعش نقول ان مصيره مرتبط بالموضوع ده ولا لا، لان هو اصلا مرتبط بعقد مع النادي بغض النظر عن مين ملاك النادي، بالتالي هو وبقيه اعضاء الفريق طبعا في صفوف الريدز باقيين كل واحد فيهم حتى موعد انتهاء تعاقده، كمان مفيش نيه عند اداره ليفربول في عرض اي لاعب سواء محمد صلاح او غيره من صفوف الفريق للبيع، وفي حاله بيع النادي اعتقد انه لن يكون هناك اي مساس لا بالفريق ولا باللعيبه. انا بتفق معاك من الناحيه اللي هي التعاقديه، لكن بتكلم على الناحيه النفسيه او ناحيه فكره كده الاستقرار، فاهمني؟ دي الشق اللي انا او ده الشق اللي انا بتكلم على اساسه، مش فكره العقود. عقود قانونه اه طبعا، هو انت مالكش دعوه بالمالك، انت ليك دعوه ان انت ماضي مع هذا الكيان طبعا. يعني على كل حال اعتقد ممكن يتهزوا اكتر اللعيبه لو كان التغيير مثلا في المدير الفني، لان هم اللي في وش بعض على طول، فاهمه ازاي؟ فرصه لقاءهم بالملاك حتى بيبقى ليه اكيد المدير الفني بيبقى ليه تاثير كبير طبعا. والكيمستري ما بين المدير الفني وبالذات لو بفريق فيه نجوم زي ما شفنا في PSG برضو كانت في البدايات طبعا صعبه جدا. طيب تعالى بقى ننتقل لملف مختلف، نروح شويه لمنتخب مصر اللي امبارح بدا المعسكر استعدادا لمواجهه هنا بلجيكا، والدين زي ما احنا عارفين من 18 نوفمبر هيكون يوم 18 في الكويت. فيتوريا، ده هنتكلم عن فيتوريا وايه الجديد، هو استقبل امبارح نجوم المنتخب اللي تم استدعائهم لمعسكر خلاص يعني المنتخب، وكمان الجهاز الطبي اعلن، ودي نقطه مهمه جدا، سلبيه المسحه الطبيه للكشف عن الفيروس، فيروس هو لسه معانا فيروس كورونا ده، زهقنا والله جميع افراد الجهاز الفني وللعيبه. طيب
قائمة المنتخب ضمت 24 لاعب بقائمة اللاعبين المحليين، منهم 8 من الأهلي، خلينا نقول أساميهم برضو: محمد الشناوي، أكرم توفيق، ومحمود متولي، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، وأحمد عبد القادر، ومحمد شريف. طيب المعسكر هيكون المعسكر على فترتين، الأولى من 7 ل 11، والفترة الثانية من 13 ل 18 نوفمبر. هنتمنى أكيد كل التوفيق للمنتخب في مواجهة بلجيكا، تواجهوا قبل كده طبعا كتير لكن كانت الكفة الأرجح لبلجيكا. وبالمناسبة برضو خليني أقول لحضراتكم، يعني منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا هو خاض مباراتين وديتين في معسكر كان سبتمبر الماضي، ونجح في الفوز على منتخبي نيجر وليبيريا بثلاثة أهداف نظيفة كانت في كل مباراة. هنيجي تاني نقول هو ده التقييم اللي احنا على أساسه هنتكلم عن فيتوريا؟ أكيد لأ، بس احنا بنتكلم إن الراجل ده مع المنتخب عمل إيه سو فار. أكيد مباراة بلجيكا هتعكس برضو إلى حد ما انطباعات كتيرة جدا عن أداء هذا الرجل، هذا المدير الفني، لكن برضو لسه بدري ان انت تحكم، مش بالمدة على قد بالماتشات اللي بيتم خوضها، على قد برضو الإدارة اللي بتتم، على قد التنظيم اللي بيتم، على قد الجدول اللي بيتم، على قد الأداء اللي انت بتشوفه للعيبة في الأرض المختلف المتطور اللي مفروض فيتوريا يحققه. فبالتوفيق ان شاء الله، بس هتبقى مباراه اكيد قويه مع بلجيكا اكيد يعني. وهي هي الاكثر منطقيه لو احنا هنحكم، هي الاولى بان احنا نحكم بموجبها عن الماتشين اللي فاتوا لاسباب كتير واعتبارات كتير. على فكره يعني انما الى علمنا ان محمود متولي في اشعه اتعملت له اثبتت اصابته فتم استبعاده من ال... ده لسه خبر ده يعني. لسه حالا طازه يعني، فبنتمنى له اكيد الشفاء العاجل. تعالوا بقى نروح لمنتخب الناشئين مواليد 2006 اللي هيستهل مشواره في الجوله الاولى من تصفيات شمال افريقيا المؤهله لكاس الامم الافريقيه طبعا اللي هتقام في الجزائر الشقيقه. النهارده هيبتدي ان شاء الله المشوار بمواجهه ليبيا الساعه 7:15 مساء بتوقيت القاهره، ثم مواجهه تونس يوم 11 نوفمبر، وختام المباريات هتكون مع المغرب يوم 14 نوفمبر. بالمناسبه برضو امبارح تم اعلان سلبيه المسحه لكل الاعضاء يعني البعثة كلها والوفد كله، وكمان إعلان ارتداء لاعبي الفراعنة الزي الأبيض الكامل. وطبعا برضو أكيد دعواتنا لن تنقطع، وبنتمنى لهم كل التوفيق في القادم إن شاء الله. على كل حال خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. نرحب بيكم أكيد من جديد، وخلينا دلوقتي نروح على طول للسكايب مع الأستاذ محمد مصطفى الناقد الرياضي عشان نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع. طبعا احنا بنتكلم محليا وبنتكلم كمان عالميا. يا أستاذ محمد بونجور عليك، صباح الفل. بونجور نهواندو، بونجور أستاذ كريم، وبونجور لكل جمهورنا الأهلي في كل مكان. النهارده معانا أخبار يعني مثيرة للجدل بصراحة، وبالذات أول خبر اليوم السابع. يقول لك إيه بقى؟ التأمين على قدم ميسي ب 900 مليون دولار، أغلى، مفروض بقى إن ده أغلى من قيمة منتخبات مونديال 2022 أصلا. يا دوبك. يا دوب طبعا، يعني إحنا كده بنتكلم إن ميسي أغلى بجد قدم في العالم تقريبا. هل أنت بقى بتتوقع هنا إن فكرة التأمين دي تجيب تأمين على يعني أقدام لاعبين آخرين؟ وبعدين أصلا رأيك إيه في هذا الموضوع؟ طبعا إحنا عارفين إن دي تعتبر مش المرة الأولى يتم تأمين يعني على قدم لاعب كبير، طبعا حصل قبل كده لكريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام، بس يمكن ميسي الأعلى حتى هذه اللحظة. فخلينا نعرف منك بقى يا محمد برضو رأيك في الحوار ده إيه؟ تمام. هو في البدايه طبعا زي ما انت قلتي انه ده اجراء متبع مع اكتر من لاعب قبل كده، رونالدو عملها، بيكهام عملها، حتى انه بعض الفنانين او المشاهير برضو بيقوموا بنفس الامر. فليونيل ميسي مش الاول، هو يمكن الجديد شويه في الموضوع انه الرقم ده هو رقم كبير جدا، ولكن طبعا بحجم ليونيل ميسي والارقام الاعجازيه اللي دايما مستمر في تحطيمها وانجازها مع برشلونه او حتى مع باريس سان جيرمان، السنه دي ماشي كويس جدا 35 هدف، فماشي بشكل كويس جدا مع باريس سان جيرمان وقادر ان هو يقود الفريق طبعا بجانب مبابي ونيمار، والكل كمان منتظر كمان يعني رده الفعل بتاعت ميسي على ده كمان في كاس العالم. يعني الكل بيتكلم انه ميسي ده اخر كاس عالم ليه، فاكيد هيموت نفسه ان يكون موجود في كاس العالم، وطبعا يتجاوز فكره الاصابه اللي كان تعرض ليها البسيطه، ولكن اكد مشاركته في كاس العالم. زي ما بقول لك هو اجراء متبع او حاجه معروفه انه ممكن بعض اللاعبين، هو اغلى ما يملك ليونيل ميسي هو القدم، وحتى لما زار مصر قبل كده وتبرع بالشوز بتاعه وقتها حتى الناس عندنا ما فهمتش الامر، ليونيل ميسي بيتبرع بالشوز بتاعه لينا ليه يعني؟ فلا بالعكس، هو اغلى ما يملك لاعب كره القدم هو الشوز بتاعه وقدمه.
بس هو طبعا امر اثار شويه جدل على السوشيال ميديا، اكيد انت تابعته برضو يا محمد. يعني طبيعي. طبيعي جدا ان الرقم كمان يمكن كبير متفوق على الكريستيانو زي ما انا قلت، وبيكم بفارق برضو كبير جدا. فيعني لا، بس بالتوفيق يعني، احنا لا نملك غير كده. لا، هي اللي ميسي ما احنا بنتكلم في 18 سنه يعني، بس يعني موجود في التوب ليفل، هو الافضل في العالم. يمكن بس بعض الشهور البسيطه اللي مثلا طلع فيه مودريتش، طلع رونالدو، ولكن ميسي كان دايما موجود ضمن الاهم في العالم. 7 كرات ذهبيه، الكثير من الالقاب والبطولات مع برشلونه. يمكن خانوا التوفيق مع الارجنتين، ولكن يعني بشكل شخصي بتمنى له التوفيق وانه يتوج بكاس العالم مع الارجنتين. بالظبط. طيب نروح بقى مع حضرتك ليلا كوره، والعنوان بتاعها مبهم الى حد كبير، بس تحس انه مليان اسقاطات. الحرب ضد علوم الكره الحديثه بين قوسين ساحر فقد بريقه. طبعا هنا اسقاط صريح على كريستيانو رونالدو، فمكتوب ساحر فقد بريقه يتحدى للفوز بالمعركه الاكبر. فاسئلتي لحضرتك طبعا بطبيعه الحال متعلقه برونالدو، هل شايف ان هو بيقترب فعلا من تشيلسي؟ دي واحده. والسؤال الثاني، هل تعتقد انه ممكن يعتزل بعد المونديال؟ هو في البدايه زميلنا احمد علاء هو اللي عامل التقرير ده، بحكم ان انا كنت عامل سابقا في موقع يلا كوره فاعرفهم كويس. احمد علاء واحد من المميزين اللي بيكتبوا تقارير كويسه جدا وتحليلات بتكون بعناوين جذابه. هو العنوان بتاعه انا قريته، العنوان كان جميل جدا، بيتكلم على فكره ان رونالدو الراجل اللي عنده المهاره، الراجل اللي بنى جسمانه وبقى فيه قوه جسمانيه عنده، النهارده بقى يواجه بالعلم الحديث في كره القدم. النهارده هالاند قوة جسمانية جبارة، النهارده مبابي سرعة جبارة. صحيح. فالمميزات اللي يعني كانت ده بقى أهم من اللاعب المهاري، عايز تقول كده؟ بالظبط، لأن كرة القدم النهارده بتعتمد على البناء من الخلف، بيعتمد على الضغط العالي، بيعتمد على الريتم العالي، الورك ريت العالي في المباراة، الضغط دايما واستخلاص الكورة، استحواذ على الكورة بشكل أكبر. كل ما تمسك الكورة أكتر وكل الكورة في رجلك أكتر، كل ما هتقدر إن أنت هتهدد الخصم بتاعك وتبعد الكورة عنهم، فبالتالي الدفاعات بتاعتك ما بتنكشفش. زي بيكيه كده، أسطورة بيكيه كانت يمكن واحد طبعا من اهم المدافعين في العالم، ولكن اسطوره بيكيه اتنشأت في جو كان فيه برشلونه بيستحوذ دايما على الكوره، فتلاقي دايما نسبه الاستحواذ 65-70%، فنسبه الكور الخطيره اللي بتيجي من المنافس بتكون قليله. هو ده فكره الكوره الحديثه. يمكن الكوره الحديثه خلت رونالدو شويه ما يبقاش متواجد، طبعا مع تراجع المستوى نتيجه الكبر في السن. يمكن الهيت ماب بتاعت او الخريطه الحراريه بتاعت تحركات رونالدو في المباريات على مدار العشر سنوات الاخيره، هتلاقي في ريال مدريد ويوفنتوس الورك ريت اعلى، هتلاقي تحركات كتيره جدا جوه ال 18 وبره ال 18. الراجل تارجت مان بيقدر ان هو يخلص جوه ال 18، او بيقدر ان هو يسلم من بره ال 18 ويعمل السحر بتاعه والحركات بتاعته، يقدر ان هو يسجل اهداف. النهارده رونالدو بعيد عن ده شويه، بس محمد تسمح لي اسالك هنا يعني تحديدا في النقطه دي. انا بشوف رونالدو مش لاعب كبير قوي سنا، بلس ان هو من اللعيبه حتى لو دلوقتي وصل 36 او 37 سنه، في لعيبه كملت عن كده، منهم ابراهيموفيتش قلنا الكلام ده قبل كده وده مثال حي، وتقريبا دلوقتي 41 او 42 برضو، بلس ان اصلا كريستيانو كمهاره اعلى وكلايف ستايل كان اكثر انضباطا واراده و الى اخره. فليه ده ما كانش ليه تاثير الى حد ما شويه ايجابي على مسيره كريستيانو؟ يعني ما شفناش لاعب بجد منضبط كده زي كريستيانو رونالدو في مسيرته كلها، فنيجي نقول 36 او 37 سنه وادائه في تراجع بشكل ملحوظ، مش ده غريب شويه؟ يعني خلينا نفهم ده. هو خلينا ناكد حاجه، انه التراجع عند رونالدو هو تراجع رونالدو، يعني مش يعني ما نقدرش نقيس رونالدو باي لاعب اخر. فتراجع رونالدو ده هو لسه في التوب ليفل، هو لسه من اهم اللعيبه، ولكن طبعا التراجع انه رونالدو ما بقاش موجود مثلا في احسن 30 لاعب في العالم في الفرنس فوتبول من فتره طويله كانت صادمه، ان رونالدو يكون موجود على مقاعد البدلاء مع مانشستر يونايتد، دي كانت بالنسبه لنا يعني مفاجاه، انه لا رونالدو الناس كلها مستنيه انه يكون. لا، وما يجي اليوم أساس اللي يتقال فيه ان رونالدو طلب منه انه يعني يتدرب منفردا مثلا او مع الفريق الاصغر سنا، كل دي حاجات عجيبه قوي يعني. صحيح، يعني حصل خلافات مع تنهاك في النهايه، وحل الامر واعتذر له لانه كان تنهاك حابب ان هو ينزله في مباراه من المباريات، ولكن هو رفض ان هو ينزل، لقى ان الوقت قليل، وهو برضه لاعب، اللاعب بيحب دايما يشارك في المباريات، يلعب بشكل اساسي، فلما يلاقي نفسه موجود على مقاعد البدلاء، ومش اي حد، ده في النهايه كريستيانو رونالدو. صحيح. وكريستيانو رونالدو بالنسبه لكاس العالم، هو النهارده كريستيانو
فاز ببطوله دوري الامم الاوروبيه، فاز باليورو مع منتخب برتغالي، وارقام قياسيه كبيره جدا كمان، والتتويج بالكره الذهبيه كمان 5 مرات. فرونالدو عنده يعني بطولات وانجازات كبيره جدا، ولكن برضه ينقصه نفس اللي بينقص ميسي، التتويج بكاس العالم. انا بالنسبه لي لو سالتوني تتمنى مثلا مين يتوج بكاس العالم، انا ما اتمناش حد، بس اتمنى ان انا اشوف مشهد سينمائي في المباراه النهائيه ما بين الارجنتين والبرتغال، يا يكونوا سلام يوصلوا الفاينل يا وتلاقي سلام. رونالدو وميسي واقفين مع الحكمين والاثنين هيموتوا بعض في الملعب يعني. بص، وخصوصا ان ده هيبقى يعني كاس العالم الاخير مع ميسي، وبرضو اعتقد رونالدو لسه ما اعلنش ده، بس يعني نتمنى فعلا نشوف مشهد حلو. على كل حال اشكرك جدا محمد مصطفى الناقد الرياضي، شكرا لهذه يعني القراءه الصحفيه، بس فعلا الموضوع عليه علامة استفهام شوية، صح؟ يعني أنا شايف إن تبقى الغلبة لساق ميسي أمه 900 مليون دولار. طب دي يورو ولا دولار؟ إيه ده؟ ساق ميسي اللي تم التأمين عليها لا أقول لك الرقم بالظبط بقى. مليون. هو 900 مليون لا 900 مليون ده كانت يعني يورو؟ بوليسة أو قيمة البوليسة بتاعت التأمين، لكن حاجة صعبة جدا طبعا. يا سلام 900 مليون ده كلام. طيب خلينا نكمل بقى معاك يا كريم. طيب نروح بقى لموضوع مختلف. امبارح انطلقت فعاليات الالعاب الوطنيه للاولمبياد الخاص المصري في رياضات العاب القوى والبوتشي وكره القدم المقامه على ملاعب المركز الرياضي بالمعادي، بمشاركه اكثر من 257 لاعب ولاعبه و50 مدرب ومدربه من 91 هيئه من افرع الاولمبياد الخاص بمحافظات مصر المختلفه. كمان شارك وفد رياضي من الاولمبياد الخاص الكويتي، ضم 15 لاعب ولاعبه في اطار التعاون المشترك. طبعا المسابقه دي هي المؤهله للانضمام الى المنتخبات المصريه المشاركه بالالعاب العالميه الصيفيه للاولمبياد الخاص، والمقرر ان شاء الله اقامتها في مدينه برلين الالمانيه في عام 2023، ومن خلالها هيتم ترشيح اعضاء المنتخبات المصريه لالعاب القوى والبوتشي وكره القدم ضمن البعثه المصريه اللي هتشارك ان شاء الله بهذه الالعاب. فأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. صحيح. عايزة بس أقول حاجة لسه برضو دلوقتي متداولة على الصحف والمواقع المختلفة، لسه كنا بنتكلم عن قائمة المنتخب وتم استبعاد متولي. فالخبر الجديد أن المنتخب بيستدعي حاليا ياسر إبراهيم للمعسكر. فده الخبر الجديد لسه من دقائق يعني قليلة جدا. اوكي تعالى بقى نتابع زي ما احنا متعودين كده يعني التمارين الجديدة اللي هتكون مع كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي، ونرجع نكمل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير جميع النادي الاهلي العظام، صباح الخير لجميع اعضاء النادي الاهلي بكل فروعه. خلاص من ايام بدا فصل الشتاء، وطبعا احنا عارفين فصل الشتاء يا جماعه بيبقى المناعه مش احسن حاجه، دايما دور البرد بتاعنا بجميع انواعه ودايما بيبقى سهل بناخده. فبالتالي احنا كمدربين جيم في تمارين او بعض التمارين عندنا بلس طبعا الاكل ده لازم اهم الجيم طبعا، بتدي نوع من انواع الانكريز او زياده المناعه. وليه زياده المناعه؟ اولا لما اجي اعمل مجموعه تمرينات عضليه، فبالتالي الحرق عندي بيزيد، وبالتالي لما بيزود عندي هرمون التستوستيرون اللي هو الهرمون المسؤول عن العضلات، ده بيدي نوع انواع الحمايه او المناعه للامراض الموسميه، ومن ضمنها مرض اللي هو الانفلونزا الموسمي. النهارده جينا في الحلقه دي بندي باقه من التمارين اللي ممكن حتى نعملها في البيت، مش شرط تبقى في الجيم. لو عملناها حتى الصبح قبل ما ننزل الشغل بتاعنا، يبقى احنا كده استفدنا من نقطتين. النقطه الاولانيه يبقى احنا عملنا تمارين في الفتره اللي بيكون فيها الحرق زايد، فبالتالي هلوس او اخسر دهون اكتر، وفي نفس الوقت احنا عملنا تمارين في اكتر وقت المناعه بتبقى فيه كويسه، فانا بالتالي التمارين بتزودها اكتر من المعتاد. ايه التمارين دي؟ تعالوا نشوفها النهارده مع بعض. اول تمرين طبعا اللي هو ما فيهوش خلاف عليه، تمرين السكوات زي ما احنا قلنا عليه من شويه، ممكن نعمله في البيت 20 تكرار في 3 مجاميع. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنعمل التمرين دوت 3 مجاميع، كل مجموعة 20 تكرار. طيب التمرين التاني اللي هو تمرين اللانج أو الطعن، ده من التمارين المهمة جدا اللي برضه بيشتغل على زيادة الحرق وفي نفس الوقت زيادة المناعة بتاعتك. نركز بس في التمرين ده عشان نعمله صح. اول حاجه لازم اخد الخطوه مظبوط. ايه الخطوه؟ اعرف ان هي مظبوطه. اول ما رجلي او اشوف ركبتي ما تسبقش القدم، يبقى انا كده بلعب صح. اهو 1 وارجع تاني، 2
لكن الناس اللي بتلعب كده ده كده يا جماعه غلط. طب والناس اللي بتلعب كده ده كده يا جماعه فاتح زياده على اللزوم، انا كده ممكن يحصل لي فتيج او قطع في الاربطه. طيب ايه هو النزله الصح؟ فجت برضه بطني، فجت ظهري، ظهري باص لقدام في بالانس، ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وبالتالي طبعا ده التمرين الصح والأداء الصح اللي بحمي بيه كل المفاصل الموجودة في المنطقة دي وأنا بعمل التمرين ده. طب إيه هو التمرين التالت؟ تمرين اسمه الرباعي اللي هو البيربز، ده من نوع التمارين اللي بيدي حاجة أكتر للجسم العضلات، حاجة للدهون، وفي نفس الوقت بيعمل انكريز للعضلات وبالتالي بيزود المناعة عندك. ونوع من أنواع النشاط يا جماعة بالمناسبة، يعني لو عايز أعمل أي تمرين كارديو او ايروبكس ممكن اعمل التمرين ده، وبالتالي التمرين ده زي ما احنا شايفينه مع بعض هعمله بالراحه. اول حاجه بنزل على كف ايدي وبعد كده افرد رجلي الاثنين لورا، بعد كده اضم تاني واقوم اعمل جامب بالراحه، وتاني بنزل كف ايدي بمستوى كتفي وارجع برجلي الاثنين اربعه خمسه. التمرين ده لو عملناه اربع مجاميع في 12 عده من التمارين المهمه جدا اللي بتزود هرمون التستوستيرون وبالتالي بتزود المناعه بتاعتي. تمارين برضو مهمه جدا، لو انا عندي بار في البيت او عندي دمبل او عندي ازاز ميه بمسك البار كده بمستوى كتفي، ده من التمارين برضو اللي بتزود عندي المناعه وهرمون التستوستيرون. اهو واحد اثنين، ممكن امسك ازازتين ميه عادي وارفعهم زي ما انا برفع كده، خمسة ستة، نفس مهم جدا، سبعة تمانية تسعة عشر. التمرين ده يا جماعة هنعمله أربع مجموعات في 12 عدد. طيب نشوف آخر التمرين معانا من التمرين برضو اللي بتزود المناعة أو بتحفظني على الأقل من الإنفلونزا الموسمية. بقف كده بمستوى كتفي، تاني رجلي شاد بطني، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. اخر تمرين وليس اخرهم طبعا، اكيد لينا علاقات ثانيه كتير، هو تمرين الماونت كلامبر. ولو عايز ازود الادفانس بتاعه ممكن اعمل ببوش اب كمان. ايه هو التمرين الماونت كلامبر؟ تعالوا نشوفه مع بعض النهارده. هقف تاني على الارض بايدي بمستوى كتفي واعمل عجله، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وانزل عد ضغط، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وانزل 10 ضغط. التمرين ده ممكن نعمله 10 مرات لمده 3 مجاميع. تمرين مهم جدا بيشغل لور بادي وبيشغل ابر بادي. تمرينات النهارده لزياده المناعه يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها، يا رب يحفظكم من اي شر يا رب. كان معاكم النهارده كابتن محمود فوكس، مستنيكم في حلقات جديده جايه ان شاء الله. كابتن محمود فوكس، نادي الاهلي، مع الف سلامه. على فكره التمرينات اللي هي ممكن وانت في البيت تتفرج على يوتيوب، تتفرج على برنامج على مدرب معين انك تعملها او تمارسها كل يوم، ولو زي ما حضراتكم شفتوا في ممكن تبقى 10 دقايق ممكن تبقى اطول، دي بتفرق جدا جدا. وحتى لو البعض بيشوف ان هي ملهاش مثلا فايده قوي، لا احنا لو عملنا او تابعنا على اليوتيوب حتى ان لو ورك فروم هوم بقى، بس ورك اوت فروم هوم، هتلاقي ان الموضوع بيفرق جدا. بس لو واظبت كل يوم مثلا ربع ساعه 10 دقائق بيفرق بشكل كبير. لا بقى انت محتاج فلوس ولا محتاج وقت ولا محتاج اي حاجه خالص، انت محتاج بس شاشه قدامك ومساحه في اي مكان في البيت حتى في اوضه النوم. يعني في تمرينات على فكره انا قلت لك بتتعمل على السرير، ده في ناس لو ورحين الاكستريم اللي هو يقول لك مش قادر تقوم من على السرير في تمرينات على السرير، مش قادر تخرج من الاوضه في تمرينات في الاوضه. يعني نعمل ايه تاني؟ اقول لك ومش محتاج فعلا، مش محتاج حتى يعني ادوات معاك، ممكن بكرسي طبع موجود في البيت، ممكن بأزازة مية، ناس كانت تمرن بأزايز مية. يعني يعني لو انت عايز هتلاقي طريقة زي ما بتقال كده، لو انت عايز تنفذ او تواظب هتلاقي طريقة، الموضوع سهل جدا متهيألي. صحيح. طيب نروح بقى ونعرف مع حضراتكم ايه اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي من خلال زميلتنا العزيزة سالة حامد. سالة موجودة حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيرة. يا صباح الخيرات عليك يا سالة، اتفضلي.
صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم يعني حاليا كلنا متواجدين طبعا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني السويسري لفريق النادي الاهلي. ويمكن مستر مارسيل وجميع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني جمعوا النهارده الساعه 9 الصبح لبدء المران يعني في تمام الساعه 10 صباحا على ملعب مختار التيتش. وبالفعل يعني بدا التمرين الساعه 10 وربع، يعني اتاخروا شويه طبعا في بدء موعد المران، ولكن لحد دلوقتي يا كريم هواند يعني مازال المران مستمر على ملعب مختار التيتش. كل اللاعبين النادي الاهلي بيادوا التدريبات سواء البدنيه او بالكره بشكل طبيعي. كمان قبل المران مستر مارسيل كولر اجتمع مع جميع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للحديث عن الفتره المقبله طبعا كمان بعد الراحه السلبيه اللي هيحصل عليها لاعبي النادي الاهلي. كما اعلن كابتن سعد عبد الحفيظ المدير الكره بفريق الاول لكره القدم انه جميع لاعبي النادي الاهلي هيحصلوا على راحه سلبيه لمده 5 ايام من بكره ان شاء الله يوم 9 حتى يوم 13 نوفمبر، وبعد كده هيكون في مباراه وديه، ولكن لسه لم يتم تحديد يعني مين الفريق اللي هيواجهه النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه الوديه، ولكن هتكون بعد يعني فتره الراحه السلبيه لجميع لاعبي النادي الاهلي. كمان يعني حراس المرمى النادي الاهلي بيادوا التدريبات بشكل طبيعي تحت قياده او تحت مدرب حراس المرمى مستر ميشيل يانكن. كمان يعني تواجد في المران الجماعي بشكل طبيعي اليو ديانج بعد ما تعافى من الاصابه متواجد في المران وكان بيؤدي التدريبات بشكل طبيعي مع جميع لاعبي النادي الاهلي. كمان عمرو السوليه ورامي ربيع متواجدين على هامش المران بيادوا بعض التدريبات الخاصه بالبرنامج التاهيلي للتعافي من الاصابه سواء يعني في الملعب او داخل الجيم تحت اشراف اخصائي التاهيل طارق عبد العزيز. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى والفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اوغستي بوش المدير الفني الاسباني فريق النادي الأهلي. النهاردة إن شاء الله الفريق هيؤدي تدريباته بشكل طبيعي في تمام الساعة 6 مساء عشان بكرة إن شاء الله يعني هيبدأوا مرحلة جديدة في بطولة الدوري المرتبط ودور الثمانية أمام نادي سبورتنج. بكرة إن شاء الله الفريق المرتبط هيلعب الأول مباراته الساعة 4، بعد كده الفريق الأول الساعة 6 على ملعب صالة أمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. ده بالنسبة لفريق كرة السلة رجال. كمان السيدات النهاردة إن شاء الله عندهم مباراة مهمة أمام نادي سموحة في الدور النصف النهائي أو السيمي فاينل من بطولة الدوري المرتبط، ولكن المرتبط هيكون الساعة 3 والفريق الأول لكرة السلة سيدات هيكون في تمام الساعة 8 مساء على صالة برج العرب في مدينة الإسكندرية. كمان كرة الطايرة سيدات امبارح كان عندهم مباراة هواندو كريم مع نادي الزهور على صالة نادي الزهور وانتهت بفوز يعني سيدات كرة الطايرة او يعني سيدات الذهب طبعا زي ما بنحب دايما نلقبهم او جماهير النادي الاهلي يلقبوهم سيدات الذهب او فتيات الذهب، ان هم امبارح فازوا على نادي الزهور بثلاث اشواط مقابل لا شيء. النهارده هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات وبكرة ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي عشان يستعدوا لمباراة الزمالك في الجولة الثانية من بطولة الدوري لكرة الطايرة سيدات. كمان رجال الطايرة النهاردة إن شاء الله عندهم مباراة مع مصر البترول الساعة 6 على صالة مصر البترول، ودي هتكون تاني مباراة في الدور التمهيدي من بطولة الدوري المصري لكرة الطايرة رجال. استكمالا لجميع أخبارنا النهاردة، كمان النهاردة إن شاء الله هيكون في مباراة مهمة في السيمي فاينل لبطولة كاس مصر في قطاع الناشئين 2006، وهتكون المباراة دي ما بين النادي الأهلي وزد في تمام الساعة 2:30 أو 2:30، دي هتكون بالنسبة لقطاع الناشئين. والمباراة دي يعني هتقام ما بين فريق الأهلي ونادي زد على ملاعب الكرة في فرع نادي الأهلي بمدينة نصر. دي المباراة اللي هتكون السيمي فاينل لبطولة كاس مصر. كمان عندي خبر يعني مهم جدا يا هواند وكريم لكل عضوات النادي الأهلي داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، انه لجنة المرأة تحت قيادة او برئاسة الأستاذة أنهار أندير رئيس لجنة المرأة اعلنوا عن بدء حملة يعني للتوعية من سرطان الثدي. ده بالنسبة لكل عضوات النادي الأهلي وتوفير سيارة
للفحص او الكشف الكلينيكي ده لكل عضوات النادي الاهلي، والكشف ده هيكون بالمجان. انه طبعا يعني الغرض من الكشف ومن الحمله دي هي التوعيه من سرطان الثدي، وانه ده في اطار مبادره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحه المراه المصريه. فان شاء الله الحمله دي هتكون موجوده من النهارده حتى الاسبوع الجاي يوم الثلاث القادم لمده اسبوع من الساعه 10 للساعه 5 العصر. وبعد كده ان شاء الله يعني بعد انتهاء الفترة دي لجنة المرأة هتعلن ان شاء الله يعني عن بدء نفس الحملة دي سواء في فرع نادي الاهلي بمدينة نصر او فرع نادي الاهلي بالشيخ زايد. يمكن دي يا كريم ونهواند كانت كل اخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضية. اكيد انا معاك يا كريم لو في اي سؤال عفوا، والان العودة مرة اخرى للاستوديو. مفيش اي اسئلة، في بس كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة سارة حامد على هذه التغطية المتميزة والاجواء حوالين سارة شتوية على مزاجك. النهاردة بقى 25-17 امبارح كانت اعلى من كده، يعني اعتقد احنا كده ماشيين صح. بس انا عايزة اقول بجد عن الحملة اللي هي حملة الفحص المبكر لسرطان الثدي، طبعا اعتقد ان هي حملة مهمة جدا. أكيد. فكرة ان برضو لجنة المرأة ان هي تهتم بهذا الملف، اعتقد ملف في غاية الاهمية طبعا مع مستشفى هي كمان عاملين شغل محترم جدا. التوعيه دي كويسه، وكويس كمان اللي هي قالته ان هو مش بس فرع الجزيره، لا بعد كده هيكون في الافرع المختلفه. تقالي ده شيء او ده نوع من الثقافه اللي احنا محتاجينها، يكون في توعيه اكتر على الارض يعني. صحيح. فاصل ونرجع بعدين نبتدي بقى مع حضراتكم اول فقره حواريه في حلقه النهارده، خليكم معانا. طيب احنا هنتكلم في الفقره دي عن البينج بونج او تنس الطاوله في مصر، ان هو لو هنتكلم كرياضه هو متميزه جدا في الفترات الاخيره، وبناخد كمان خطوات سريعه وبنحقق انجازات غير مسبوقه الى حد ما قاريا وعالميا، كل ده اكيد سعيا لتحقيق ميداليه اولمبيه، هو ده الهدف الاساسي. طب هل احنا عندنا كوادر تسمح لنا بده ولا لا في الفتره اللي جايه؟ هنعرف. طب هل احنا عندنا اي مشاكل مثلا اداريه او ماليه؟ هنعرف كل ده وهنتناقش في التفاصيل مع ضيفنا كابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاوله. بونجور جدا يا كابتن. صباح الفل. صباح الجمال. صباح الفل على حضرتك، سعداء بتشريفك لينا. وهستاذن حضرتك نبتدي بالنقطتين اللي ذكرتهم نهاوند، هل عندنا كوادر فعلا تطمننا ان شاء الله مصر ستحصد ميداليات ويا سلام لو ذهبيه في الاولمبياد القادم ولا لا؟ وفي نفس الوقت هل في اي معوقات ماليه تجاه هذا الامر؟ لا والله بص، هو ما فيش معوقات الحمد لله، يعني كل الامور ماشيه كويس بالنسبه للمساندات او بالنسبه للتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية، كل الحاجات دي فيها تنسيق كويس. لكن هي يمكن صعوبتها في ان احنا عندنا تنس الطاولة بالذات يمكن الصين متربعة على عرش اللعب، فيمكن في كل دولة في بتشارك بلاعبين فقط. يعني ليه لاعبين؟ خلوها اثنين مش ثلاثة او اربعة. ممكن الصين لو شاركت بالثلاثة تاخد الذهب والفضة والبرونز، فهم بيخلوا اثنين بس عشان الصين تاخد الذهب والفضة وتسيب البرونز يلعب عليها بقية الألعاب. فيعني دي بتبقى فعلا هي الأكتر، يعني ايه دي الحاجات من ضمن الحاجات اللي خلوها اثنين فقط في هم عندهم اي يعني طفرة جينية نتج عنها التميز ده بالشكل اللافت ده ومن قديم الازل للدرجه. اشمعنى فعلا يعني عشان هو البينج بونج مثلا عايز حجم صغير يعني طول معين مش عارفه. لا هي بص حضرتك، كان الاول مثلا لما يبقى قصير عشان الصين كلهم كانوا قصيرين فيقول لك اللعبه دي، لا النهارده اختلفت برضو تلاقي الاطفال عادي جدا وملهاش دعوه بال. طب سر تميزهم وتفردهم من سنين طويله ايه؟ والله بص، هما اللعبه الشعبيه الاولى طبعا اكيد هناك في الصين تنس الطاوله. يمكن انا كنت اول لاعب مصري يروح يتمرن في الصين في السبعينات مثلا وانا ناشئ وقعدت اربع شهور متواصله في المعسكر هناك. شفت ايه بقى؟ الاربع شهور دول فعلا قسما بالله زي ما بقول لك، انا ممكن وانا راجع انا حاسس ان انا ممكن ابقى ايه يعني ابقى بطل العالم من كتر ما بكون نتمرن يوميا طبعا صبح وبعد الظهر، ويدونا يوم واحد اجازه في الاسبوع يبقى فيه ترفيه او كده، لكن بقيه الايام معسكر يعني بيحاولوا ان هم يخلوك يثبتوا ان هم يقدروا يخلوا اي حد يبقى بطل يعني. صناعه بطل. وفعلا في اخر اسبوع في الاربع شهور وانا راجع جابوا لي احسن اربعه في الناشئين ساعتها اللي هم في سني كده، ولعبته وفعلا ايه كسبت الاربعه ورجعت هنا
الحمد لله. مثلا انا كنت ساعتها مثلا ايه في عندنا تحت 15 سنه، تحت 12 18، خدت البطولتين ويعني وحسيت فعلا ان انا كنت ايه فارق قوي يعني. ولكن هو بقى طبعا لما جيت بقى خلاص هنا اختلف المناخ كله بالنسبه للعبه، لكن هم مستمرين في اللي هم بيعملوه ده، مستمرين عندهم التنس الطاوله دي زي ما تقول حضرتك، هي الدراسه وهي الاكل وهي الشرب وكل حاجه. ما يمكن عشان كده فعلا في ديديكيشن او في يعني زي ما تقول كده تفاني. ويمكن انت حضرتك قلتي حته دلوقتي، قلتي ايه مثلا بيجي الطول مش عارف ايه، هم فعلا عندهم بيجيبوا الولاد الصغيرين كلهم ويحطوهم كده ويبتدوا، ده ممكن طويل سنة يلعب سله، ده يلعب قدم، ده يلعب تنس طاوله، ده بيعملوا كده هم يعني الاطفال من المدارس هم بيبقوا كمان بيبتدوا يوزعوهم حسب كل واحد يعني جيناته ايه وتوافقاته العضليه العصبيه. حلو. طيب خلينا بقى نروح لفكره الاولمبياد اللي انا كنت كمان بتكلم عنها ودردشنا فيها كمان قبل الفاصل. احنا في طوكيو تقريبا خدنا مركز خامس حاجه زي كده، لو انا عمر عصر عمر كان معانا برضه قبل كده هنا عمر في لانه في اهلاوي يعني عمر اهلي. لا جميل فعلا، بس على فكره عمر اساسا دسوق نادي تسوق، انا كنت تسوق برضه نادي تسوق يعني كان عمر تسوق وانا كنت تسوق، وكان عمر في البطوله دي في طوكيو كان معاه برضه المدير الفني كابتن ماجد عاشور اخويا تسوق يعني ايه كانوا توكيل في تسوق فرع للصين الحمد لله. بس عملنا شغل مش وحش يعني لو نقول احنا قربنا يعني لو احنا في طوكيو الخامس نقدر نقول مع هنا جوده مع يعني الكوادر الموجوده حاليا ان شاء الله باريس 2024 ربما نحصل او نحصد كمان ميداليه اقرب شويه من مركز خامس. طبعا في امل، بس هو طبعا هي صعبه شويه. كويس. يمكن حضرتك بتقولي هنا جوده، ممكن هنا انا ممكن اتوقع على مثلا الاولمبياد اللي بعد باريس مثلا. لسه هنا 15 سنه وكده فممكن قدامها بس ما شاء الله الرانكينج بتاعها يعني انا معايا اصلا التصنيف الاسبوعي هي رقم 1 تحت 15، رقم 1 تحت 17، رقم 2 تحت 19 في العالم، فيعني مستوى العالم فحاجه وال40 على السيدات. ودي حاجه كويسه. لكن برضو في عندنا دينا مشرف لاعبه الاهلي برضو رقم 28 على العالم دلوقتي. ودي برضو حاجه طبعا اول مره في التاريخ ان هم يحصل كده مع لاعبات مصريات. كذلك عمر عصر 20 على مستوى العالم. يعني احنا عندنا طفره. اللي مانعنا ان يبقى عندنا الاف من عمر عصر والالاف من دينا مشرف والالاف من يعني صحيح. احنا بنتكلم على رياضه متطلباتها مش كتير، الامكانيات المطلوبه عشان الواحد يمارسها برضو مش كتير، واحنا في مصر من قديم الازل ده في ناس بتعمل على ترابيزه السفره تحط شبكه وتلعب. كلنا كنا كده يعني. ايه اللي مانعنا ان الرياضه دي تبقى برضو رياضه ذات شعبيه طاغيه في مصر؟ والله يعني يمكن حضرتك هي فعلا هي لها شعبيه يعني، في ما فيش حد اللي تلاقيه ممكن يلعب تنس طاوله، ممكن ترابيزات كتير بتبقى في المدارس في مراكز الشباب في انديه، وفي انديه كتير فيها بالمقارنه بكده. مش احنا يعتبر عندنا ندره في الاسماء طبعا اللي هي اسماء الابطال؟ بس انا هقول لحضرتك حاجه، احنا متربعين تماما على العرش العربي، متربعين تماما على العرش الافريقي. النهارده انت حضرتك عندك مصر في الناشئين والناشئات والرجال والسيدات هي مكتسحه العرب، برضه في افريقيا كان الاول نيجيريا بتنافسنا جامد جدا. النهارده احنا الحمد لله بناخد 6 ميداليات من 7 ميداليات في الرجال والسيدات. كنا دايما بنتقاسم الميداليات، النهارده لا الحمد لله مصر تيجي النهارده في بطوله البحر الابيض المتوسط الاخيره في السيدات، مصر خدت الذهب في السيدات ودي طبعا انجاز كبير. تيجي زي ما قلت لحضرتك اخر بطوله عالم من الشهر اللي فات مصر طلعت التاسع على العالم. التاسع على العالم دي يمكن الناس تفتكر التاسع ما خدش ميداليه، لكن التاسع على العالم في وسط كان 227 دوله بيلعبوا تنس طاوله. اخر مره كنا ال 21 على العالم بطوله العالم السابقه، فلما تنطق واللي قبلها 24 لما تتنطر بتبقى التاسع. يعني في انجاز كويس، في شغل بيحصل كويس. زي ما بقول لحضرتك يعني سواء في الناشئين او في الناشئات او في الرجال او السيدات الحمد لله في طفره. حته الامل في الاولمبياد اكيد كل حاجه بيبقى فيه هدف، الهدف بتاعنا بنوصل له اللي هو ده اهم هدف لنا ان شاء الله. حته احنا بنعمل اللي علينا وبنحاول
وان شاء الله زي ما ربنا كافئنا في الحاجات اللي قلتها حضرتك عليها دلوقتي وحضرتك، اكيد ربنا هيكافئنا برضو في يوم من الايام في الاولمبياد ان احنا يبقى عندنا حد بيجيب ميداليات، وده الامل. احنا خلاص احنا يعني عارف قربنا، فلما بتحس ان انت قربت بتحس ان انت ممكن، فبتيجي بقى ان شاء الله الحافز بيزيد ان شاء الله. طيب لو كلمنا كمان كابتن معتز عن البارالمبيك والاستعدادات، لينا نعرف من حضرتك ايه الجديد. يعني بصي حضرتك، اهم حاجه النهارده ان احنا مثلا بنشارك في بطوله العالم في اسبانيا في غرناطه حاليا، وابتدت والزوجيات هتنتهي النهارده وبكره هتبتدي الفرديات، منتخب مصر رجال وسيدات، والحمد لله حصلنا على ميداليه برونزيه امبارح، ودي طبعا انجاز مبروك. الله يبارك في حضرتك. في زوجي المختلط لاعب كابتن حسان وكابتن فايز الاثنين حصلوا على الميداليه البرونزيه، ودي حاجه طبعا تشرفنا جدا لما بطوله عالم ويبقى فيه ميداليه فيها، هتبقى حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا. وانا شايف ان شاء الله باذن الله ان في الفردي بكره وفي الرجال وفي السيدات ربنا يوفقهم برضو ويقدروا يحصلوا على نتيجه. طيب على حد علمي اللي انا اعرفه ان عمر عصر محترف حاليا في المانيا. تمام مظبوط الكلام ده؟ تمام. طيب ايه اللي ممكن نعمله بحيث ان احنا نستفيد من خبرات حد زي عمر عصر، واللي اكيد ثقلت كمان أكيد بشكل طبعًا اضافي بعد وجوده في بلد ليها طبيعه خاصه زي المانيا كمان؟ هو عمر بيستفيد احنا ازاي بدورنا بقى من حاجه؟ عمر بيحترف مثلا في فرنسا وحلفه قبل كده في السويد، يعني عمر عنده خبره دوليه كبيره جدا. عمر بيجي في المعسكرات هنا بيتمرن مع المنتخب بتاع مصر، لما بنسافر احنا بنعمل بره معسكرات بيكون موجود، واحنا بنفضل دايما على فكره المعسكر الخارجي بتاعنا يبقى في المانيا علشان عمر يبقى متواجد معانا في المعسكر يعني. واكيد هو يعني بيبقى فيه ولاد صغيرين هو قدوه بالنسبه لهم اكيد، وفي كتير قوي يعني مهتمين بنتائجه، ولما بيجي هو بصراحه عمر نفسه يعني بيحب ان هو يجي ويلعب مع الولاد، وساعات بيجيب لهم معاه برضه مضارب وجلد وتيشيرتات وبتاع، فعامل حاله حلوه يعني. طبعا فهو طبعا اكيد الخبرات اللي هو بيكتسبها في ولاد صغيرين بيكتسبوها من خلال اللقاءات اللي معاه وكده. لكن في الحقيقه الحمد لله بص حضرتك، يمكن مصر النهارده يعني انا هقدر اقول لك ايه، كنا زمان مثلا الولاد لما بيروحوا يتفرجوا على بطولات العالم كانوا بيروحوا بينبهروا بيهم، النهارده الانبهار ده راح مننا يعني ايه، خلاص بقينا زينا زيهم، احنا بقينا خلاص صح وصلنا صح للمرحله دي. دي طفره في الرياضه المصريه في العموم، مش على بس على فكره برافو على حضرتك في كله يعني، حتى في التنظيم البطولات على مستوى العالم مصر النهارده من اهم الدول على مستوى العالم اللي هي بتعمل بطولات دوليه في كل الالعاب، ودي حاجه برضو ويمكن الكورونا كانت سبب من الاسباب، لان في دول كتير جدا كانت بتخاف تعمل بطولات على الدوله ودول عظمى كمان ودول عظمى، لكن احنا جرأة الحمد لله طبعا. وكنا بنعمل يعني الاجراءات الاحترازيه ونظام يعني الفقاعه ده الطبي يعني طبعا. الحمد لله اصفر كمان عن ما كانش فيه اصابات بشكل كبير ابدا، كانت اصابه او اتنين، فده يعتبر نجاح لحد كبير. وهقول لحضرتك يمكن البطوله الاخيره الشهر اللي فات كانت في الصين بطوله العالم، كان عاملين الفقاعه دي كانوا البابلز دي بس خدوها مننا خدوها مننا والله شفت عشان تعرف. على فكره احنا كمان جديرين باننا نمشي في سكه صناعه البطل في عالم التنس الطاوله زينا زي الصين، لان احنا بنتكلم على حاجه في الاخر مقدور عليها صحيح. مش محتاجه امكانيات ماديه ضخمه، مش محتاجه الات ومعدات، وعندك الكوادر كمان يا كريم الحمد لله. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا عندنا مثلا زي ما حضرتك بتقولي في كوادر، احنا عندنا مدربين على اعلى مستوى، عندنا لعيبه على اعلى مستوى، عندنا ادارات على اعلى مستوى. يمكن من شهر 7 مثلا كابتن معاذ عاشور اختير من احسن 12 مدرب على مستوى العالم ما شاء الله، فدي برضو حاجه كويسه بالنسبه للمدربين المصريين. عندنا النهارده زي ما قلت لحضرتك اللعيبه الرجال والسيدات كلهم مصنفين في مراكز المتقدمه على مستوى العالم. هي اللعبه بس النهارده يمكن حته ان احنا بنقوله ما بقتش مكلفه او مكلفه، لا هي مش مكلفه بالنسبه للهاوي.
ليه ممكن يجيب اي مضرب ويلعب بيه او كده، انما النهارده المضرب وصل 4000 و5000 جنيه، الحاجات بتاعتها برضو بقت بيغيروا، والكور بقت اه طبعا المضرب وصل ل 5000 جنيه اه طبعا الصغنن ده فعلا يعني برضو فيها يعني فيها برضو ايه شويه مصاريف شويه وبتاع، ودي بقت يعني يعني اللاعب البسيط ماديا او اللي هو كده أكيد بيعاني شويه طبعاً من الحته دي. وبعدين احنا عندنا النهارده في بطولات دوليه بس دعم ادوات بالتكلفه دي اكيد طبعا يكاد يكون لا يذكر بالمقارنه برياضات تانية مثلا. لا طبعا احنا ده احنا لا انا بتكلم عن زمان ودلوقتي في تنس الطاوله، لكن برياضات تانية طبعا احنا الحمد لله حاجه تعتبر يعني تعتبر حاجه كويسه طيب جدا. طيب كابتن معتز هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل انا وكريم مع حضرتك. اتفضلي. فاصل ونرجع نكمل. لسه حديثنا مستمر مع كابتن معتز عاشور. وكابتن معتز مش حضرتك مش بس رئيس اتحاد تنس الطاوله، حضرتك ايضا عضو مجلس اداره في اللجنه الاولمبيه المصريه، فلا ده عندنا اسئله بقى كتيره في موضوع اللجنه الاولمبيه، وحضرتك كمان من المتوقع ان في اجتماع مهم دلوقتي او قادم خلال ساعات قليله للجنه الاولمبيه. ادينا الجديد بقى برضو يا كابتن هو معتز. عندنا النهارده ان شاء الله اجتماع مجلس اداره في اللجنه الاولمبيه الساعه 7 النهارده ان شاء الله، ويمكن محوره الاساسي دوره باريس. حلو جدا. يعني اللي هو الاستعدادات لدوره باريس، بتشوفوا كل الاتحادات متطلباتها ايه، في مين الاتحاد الاتحادات المتوقع تجيب ميداليه، الاتحادات اللي على يعني حضرتك بتتقسم في اتحادات مثلا صعب تجيب ميداليه، في اتحادات ممكن تجيب ميداليه، عندنا العاب القوى احنا جيدين فيها جدا مثلا الرمايه ربما الالعاب المنازلات يعني الى حد ما دي برضو اللي بتبقى فيها بتجيب الميداليات. ايضا في وزاره الشباب والرياضه برضو عاملين لجنه العلميه بقياده الدكتور كمال درويش، برضو بتقعد مع الاتحادات برضو بنفس الوضع، فهو التنسيق كويس ما بين اللجنه الاولمبيه والوزاره ان شاء الله، يعني بيبقى ده بيبقى في صالح الرياضه المصريه لما بيبقى التنسيق. بس بصراحه كده يعني لما بيبقى في اجتماع زي كده والاتحادات كلها بتبتدي بقى ان انتوا تشوفوا حتى ايه النواقص، هل بيكون في اتحادات معينه عندها نواقص ماديه بشكل كبير بتعرقل هنا سير الابطال دول نحو الميداليات المختلفه؟ يعني احنا عندنا كوادر مش هنختلف فيها، بس عندنا بقى يعني نواقص ماديه برده مش هنختلف فيها، حضرتك برده تقول لنا كابتن معتز. هو حته النواقص الماليه اللي حضرتك بتقولها اكيد موجوده، يعني دي اكيد موجوده، ولكن في متابعه من لجنه التخطيط. لجنه التخطيط هي اللي بتقوم بهذا العمل اكتر، وبعدين بتعمل بيه توصيه لمجلس اداره اللجنه وبيجتمع بقى. ليه؟ لان في مثلا اتحادات زي ما حضرتك مثلا بتقولي ممكن يجيب ميداليه، وعندهم ان هم عندهم واحد واثنين ممكن يجيبوا ميداليات، اكيد لازم جزء من الاعانه اللي بتيجي دي يعني يستقطع عشان يخصص لاكتر دي. ده اللي بيحصل في الاتحاد عند ده اللي بيحصل في كل الاتحادات. ده اللي بيحصل في كل الاتحادات. يمكن والله يمكن كان الدكتور اشرف صبحي مره كنت قاعد انا وهو مع بعض وبنتناقش في الموضوع ده، هو بيقعد مع كل الاتحادات طبعا وبيقول انت محتاج ايه مش عارف ايه الحاجات دي كلها، طبعا اكيد بيتابع فيها. يمكن انا قلت له احنا صعب جدا ان احنا نجيب ميداليه، لكن من ان شاء الله من السهل ان احنا ممكن نتاهل بالعلامه الكامله في الاولمبياد، ودي حاجه برضو شرف يعني ان الاتحاد يتاهل بالعلامه الكامله. وليه صعب جدا اننا نجيب ميداليه؟ في الفتره دي ممكن اقول لك حضرتك صعب يعني اللي هو الدوره اللي فاتت. احنا بنتكلم على البينج بونج. عن بينج عن تنس الطاوله طبعا عن تنس يعني مش كل رياضه. لا ما احنا كلنا بنجيبه كله لا ميداليه انا بتكلم على تنس الطاوله. فهو انا حتى قلت له ان انا عايز الاعانه بتاعتي تبقى كامله في التاهل للبطوله، واحنا بنتاهل من خلال بطوله الالعاب الافريقيه مش بطوله الألعاب مش بطوله الافريقيه هي دي المؤهله اللي فيها كل الالعاب. طب انتوا بالمناسبه مواردكم كاتحاد جايه منين؟ هل في للسبونسرز اي دور في اتحاد تنس الطاوله؟ بص دي يعني دي برضو مهمه. ليه بقى؟ لان احنا الموارد الاساسيه من الوزاره. كويس. الوزاره السبونسر، يمكن السبونسر حضرتك عارف دايما بيبقى اكتر على كره القدم، يعني بيتجهوا الرياضه بيتجهوا برضه بقى يعني الاسماء اللي حضرتك بتفضلها بس النهارده بقى بقوا نجوم دلوقتي. على فكره النهارده ابتدوا النهارده هنا جوده، عمر عصر، دينا مشرف، اللعيبه اللي هم زي ما في اسماء مقابله ليهم في السكواش مثلا يعني ابتدت تظهر نجوميه لرياضات مختلفه غير صحيح الكرة. صحيح عشان كده ابتدى ان احنا يجي لنا برضه ايه سبونسر وكده، لكن برضه مش بالقوه اللي هي
تخلينا بالقوة المطلوبة. فيعني أنا بقول لحضرتك إن التوزيع في العدالة على الاتحادات في سبيل إن هم يوصلوا للهدف اللي هم رايحين له، سواء يجيب ميدالية أو يبقى ينافس على ميدالية، ده بيبقى مهم جدا في التوزيع. وأعتقد إن الناس كلها عايزة الهدف ده، يعني كل سواء وزارة سواء لجنة أولمبية فبيتعاونوا في الحتة دي. ففي اهتمام زي ما حضرتك بتقولي بلازم بالألعاب اللي ممكن تجيب الميداليات. تمام. طيب بطولة الأندية العربية مفروض ان هي خلال شهر برضو تقريبا، صح كده؟ خلينا برضو نعرف تفاصيل اكتر من حضرتك والاستعدادات ليها. هو في بطولة الأندية العربية والأهلي مشارك طبعا. احنا هو بص الاول كان في عندنا بطولة الشهر اللي فات، اخر الشهر من 24 ل 30 اللي فات ده شهر 10، كانت بطولة مصر الدولية للناشئين والنشئات، وهنا تقريبا فازت فيها صح. هنا خدت الميدالية الذهب فعلا فيها، وكانت تحت 19 سنه، خدنا فيها المركز الاول على 22 دوله، 22 دوله من اقوى الدول في تنس الطاوله على مستوى العالم، وكل القارات كانت ممثله فيها. بعد البطوله مباشره ثاني يوم هنا سافرت ايطاليا في بطوله دوليه برضو، وخدت برضو الحمد لله بطوله 17 و19 ما شاء الله يعني. بطوله الانديه العربيه من 25 ل 31 ديسمبر القادم ان شاء الله. ودي برضه هتبقى بطولة قوية، وهيشارك فيها حوالي 35 نادي من الدول العربية. كويس. الأهلي مشارك في الرجال وفي السيدات. هيبقى في الرجال الأهلي، هيبقى في الزمالك وإنبي، هيبقى في السيدات الأهلي جزيرة والزمالك وجزيرة الورد المنصورة. يعني هتبقى بطولة قوية إن شاء طبعا. الله، وهتكون في القاهرة هنا بإذن الله، ويمكن لأول مرة بقى ان يتلعب في نفس البطوله بطوله رواد، يعني هيبقى فوق 40 و50 و60، دي اول مره. حلو ده قوي. اول مره في تاريخ الاتحاد العربي ان هو يعمل. دايما الاتحاد العربي لما بيحب يعمل حاجه جديده لازم بتنطلق من هنا من مصر. يعني ايه الحمد لله يعني رب العالمين. برضو من الحاجات اللطيفه طبعا في الرياضه دي بصفه خاصه، بعيدا بقى عن الجزء الاحترافي، انا بتكلم ان مفيش حد اقصى قوي للعمر او لسن اللاعب اللي طبعًا. ممكن يستمر فيه في ممارسه البينج بونج. يعني ودي الهدف فعلاً. الهدف منها ايه حضرتك؟ احنا كنا زمان لما بنبطل خلاص كل واحد بيروح في مجال، بيروح في شغله، بيروح في زي ما بيقولوا بيروح، كل واحد بيروح في حاله يعني طبعًا. النهارده بيستمروا اللعيبه دول مع بعض، يفضلوا يلعبوا في الرواد، فبيفضل التلاقي بتاعهم مستمر، العلاقات بتاعتهم مستمره، وبتبقى علاقات اسريه، ويتذكروا بقى طبعا. الماضي. وبعدين حاجه مفيده، ما انت بتتمرن وبتلعب، يعني حاجه كويسه للصحه. أكيد حاجه أكيد. اكيد طبعا. حضرتك كنت واحنا بندردش مع حضرتك في اثناء الفاصل انا من هوند، فعرفنا ان كان في مجموعه من الاعلاميين والفنانين كانوا بيمارسوا التنس الطاوله. ولا مش بيمارسوها، ده كانوا محترفين يعني يعتبر، لان كان في منتخب مصر فيهم. يعني كان مثلا معتز الدمرداش طبعا الاعلامي الكبير يعني طبعا. كان بيلعب في النادي الاهلي وكان في منتخب مصر في الناشئين. الفنان برضو احمد عز برضو كان في منتخب مصر الناشئين وكان بيلعب في نادي المعادي. ما هو زمان كانوا من المعادي فعلا. معتز كان في الاهلي، واحمد كان بيلعب في المعادي، ويمثلوا مصر في وهم ناشئين. والله لغايه سن كام تقريبا؟ يعني 18 سنه. حلو برضو. لعبوا في الفتره ديت. معتز بقى لما دخل كليه الاعلام يمكن دي اللي سبب ان هو ايه بعد شويه وكده. وبس هو طبعا بعد كده على فكره دخلت مجلس الاداره انا ومعتز الدمرداش، كنا اعضاء مجلس اداره في فتره من الفترات في التسعينات. انا ومعتز الدمرداش كنا اعضاء مجلس اداره في فتره من الفترات، وكان معنا الله يرحمه رئيس الاتحاد الدكتور رفيق ام الشرف. المهم اللعيبه ديت برضو ما زالوا برضو متواصلين او مع اسره تنس الطاوله مع لا فدي حاجه برضو. وفي لعيبه كتير كانوا بيلعبوا في انديه بس يعني زي طارق دسوقي مثلا، واخد بالك كده؟ كان بيلعب في نادي برضو في القاهره سكه حديد او حاجه كده، وكان برضو طارق بيلعب كويس وكده، لكن اللي مثلوا مصر وكانوا ابطال في المنتخب كان معتز واحمد عز. معتز اللي مداش واحمد عز. حلو جدا. طيب كابتن معتز، هو فاضل دقيقتين، في الدقيقتين دول حصل حضرتك سؤال. كابتن معتز اول ما قاعد يقول لي ده هون، والله العظيم اسئلتي عاديه جدا ما فيهاش حاجه. لا انا عايزه يعني وعد من حضرتك كمسؤول، او تطمنا على باريس 2024. انا عارفه وحضرتك كنت صريح
التصريح وانا بحترم الصراحه ان الموضوع لسه مش سهل، لسه في شويه او مشوار شويه، لكن لو انا موفر امكانيات ومغطي كل الامور الماديه وعندي الكوادر اعتقد ما فيش حاجه، وعندي المعسكرات وغيره بعملها، اعتقد الموضوع مش بعيد او صعب ان انا 24 افرح المصريين واقول ان انا جبت ميداليه في تنس الطاوله الذهبيه. اللي يعني انت قلتيه ده كله يبقى انا اقدر اقول لك اوعدك ان ده هيحصل ان شاء الله باذن الله، اللي هو التوفير للحاجات ديت، الحاجات دي كلها اوعدك ان ده هيحصل، لان النهارده الرياضه ما بقتش هوايه فقط، لا بقت صناعه وبقت علم بالزبط. وبقت بالزبط. دراسه وبقت كل تخطيط، يعني كل الحاجات دي احنا ماشيين فيها الحمد لله، وكل حاجه بطرق برضو فيها زي ما تقولي الطرق العلميه دخلت في الرياضه النهارده خلاص. لازم اكيد لازم اكيد، وعشان كده اللجان الاعلاميه في الاتحادات وفي اللجان الاولمبيه وفي الوزاره بقى لها دور كبير النهارده. يعني وبقى لها يعني بقت لجنه من ضمن اللجان اللي يعني شوف بقول لحضرتك مثلا عندنا اجتماع النهارده مجلس اداره الساعه 7 في اللجنه، بكره في اجتماع الساعه 4 في الوزاره مع اللجنه الاعلاميه برئاسه الدكتور كمال درويش. فيعني الامور شغاله الحمد لله، عشان ترسموا بقى جدول لغايه وممكن معسكرات وممكن تعملوا ماتشات وديه مع مثلا وده اللي بيحصل. ما هو ده القعده بتبقى ايه كده، إيه انت هتعمل ايه الفتره اللي جايه، طب عملت ايه الفتره اللي فاتت، ده اللي بيحصل. احنا بنتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله، وبنهنيك على اللي فات وان شاء الله نرجع نهنيك على القادم باذن الله. ربنا يخليك، وانا بشكرك والله جدا، لان حاجه بصراحه طول عمركم انتوا الاثنين بصراحه مخليه كده في بهجه كده في قناه النادي الاهلي. تسلم كابتن معتز، نورتنا وربنا يوفقكم باذن الله، واكيد هيبقى لينا اكتر من لقاء يا رب ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه عشان نطمن على الاستعدادات، وبعدين ربنا يدينا العمر مع باريس 2024 يعني ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا كده او انا بالنسبه لي كده الحلقه النهارده انتهت، هنروح فاصل ونرجع مع الفقرة الطبية، هتكون إن شاء الله مع كريم، أشوفكم بكرة بإذن الله في حلقة جديدة. يا أهلا بحضراتكم في تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي، وكلام هيكون عن التدخين وأثاره السلبية. طبعا لو هنتكلم عن سلبيات التدخين ممكن نقعد نتكلم عنها لغاية اليوم ما يخلص، وعلى فكرة أول العارفين بهذه الأثار السلبية هم المدخنين نفسهم، ولكن كالعادة المشكلة بتبقى دايما في قرار الإقلاع عن التدخين. المهم معروف تماما أن التدخين أثار مش مجرد سلبية، أثار معدية كلمة سلبية بكتير، وليها انعكاسات غير طيبة بالمرة على القلب وعلى الرئة وعلى الدم وعلى المعدة وعلى وظائف التنفس إلى آخره. لكن يمكن مش كلنا واخد باله أن للتدخين أثار سلبية على هشاشة العظام، يمكن مش كلنا عارفين أن للتدخين أثار سلبية على المفاصل، فده موضوع مهم جدا، واعتقد انه يهم بصفه خاصه كمان الرياضيين من حضراتكم، وده اللي هنتكلم فيه مع دكتور باهر السعيد المستشار العلمي لشركه باكس فارما اللي منورنا في حلقتنا النهارده. صباح الخيرات يا دكتور. صباح الخير. ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. انا بكلمك عن نفسي، انا بالنسبه لي كانت معلومه جديده فكره ان للتدخين اثر سلبي على المفاصل. يعني هو الفكره كلها ان المدخن عقوبته من التدخين دايما مؤجله، يعني ما بيحسش بآثار التدخين في وقتها، مع الوقت مع الزمن آثار التدخين أو عواقبها بيحس بيها. احنا عارفين ان العظام محتاجة أكسجين، محتاجة دورة دموية متكاملة عشان يبقى تضمن صحة العظام. التدخين من ضمن آثاره السلبية ان هو بيقلل الاكسجين اللي واصل لخلايا الجسم كلها ومن ضمنها العظام، فبالتالي ده التأثير الغير مباشر للتدخين، ان هو في الاخر بيسبب هشاشة العظام وألام المفاصل بالتدريج، لان ببساطة الغذاء الكامل ما بوصلش للعظام، الاكسجين ما بوصلش للعظام، ما بوصلش لنخاع العظام، العظام ما بتبقاش صحيه، فبالتالي بتلاقي مع الوقت موضوع الهشاشه بيبدا يحصل، الام المفاصل بتبدا تحصل. الرياضي لما بيكون مدخن بتلاقي اداؤه اكيد اقل بكتير جدا من الغير مدخن، الاصابات بتاعته بتزيد جدا عن الغير مدخن، لان بيبقى معرض اكتر للكسور وهشاشه العظام والاصابات، في الام عضلات بتحصل بسبب التدخين، لان في الاخر برضو العضله دي عشان تشتغل كويس عشان تبقى في كامل لياقتها لازم برضو يوصلها الغذاء الكامل، فاكيد الاوعيه الدمويه ما بتبقاش بالدرجه السليمه اللي هتوصل لك الغذاء، ما هتبقاش واسعه عشان يوصل الدم، لا بيحصل كونستريكشن فيها.
فالعضلات بيحصل فيها ألم، أي مجهود زيادة أو تمرينات زايدة هتحس بتعب أكتر من غير المدخن. غير بقى كمان مشكلة التنفس للرياضيين، احنا عارفين أن أكيد 3 مرات أقل القدرة على التنفس والأكسجين، أنك تاخد الأكسجين بتاعك من الجو 3 مرات أقل من غير لغير المدخن، من المدخن طبعا أقل يعني. غير كده كمان التعرض بقى لخشونة المفاصل، لالتهابات المفاصل، للهشاشة زي ما قلنا بيزيد كتير جدا عند المدخن. طب هل في حل لهذا الأمر بخلاف الإقلاع عن التدخين؟ أنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا لو جينا نتكلم عن الرياضيين والتدخين هنتكلم عن جزئين. إحنا اتكلمنا عن أثاره، لو هو رياضي وبيدخن هيبقى حالته أسوأ بكتير من غير مدخن. طيب هو بقى لو بيدخن وعايز يقلع عن التدخين، أنا بنصحه بالرياضة نفسها. الرياضة نفسها هي من أكتر الحاجات اللي ممكن تساعدك على الإقلاع عن التدخين، لأن اللي بيدخن ده بيدخن ليه؟ بيدخن عايز التوتر يقل عنده، عشان خاطر احنا عارفين الكورتيزول لما بيزيد والأدرينالين والنور أدرينالين الهرمونات بتاعة التوتر دي بتزيد، لما بتزيد هو بياخد نيكوتين عشان يقللها، لما النيكوتين يزيد الحاجات دي بتقل، فعشان كده الناس بتدخن. لما يكون التدخين بشكل يعني آلي ولا إرادي، لا إرادي أنت بتلاقي وساعات بيبقى مرتبط بأحداث أو بالزبط. بطبيعة حاجة معينة أنت بتعملها، يعني في واحد ما يعرفش يدخل حمام غير وهو بيشرب نور، ده خلاص في اللي بيدور عربيته ويسخنها فعلى ما تسخن يولع سيجار إلى آخره. طبعا هي خلاص. وأنت بتلاقي برضو كمان لو واحد مثلا حزين بسبب وفاة حد أو أي حاجة بتلاقيه معدل التدخين بتاعه بيزيد، عشان خاطر عنده ليميت معين في النيكوتين في الدم بتاعه، اللي بيفكر تفكير في موضوع ما برضه فعايز عايز يقلل الكورتيزول والادرينالين فياخد نيكوتين. طيب حلك بقى بسيط خالص، انك تقلل هرمونات التوتر دي من خلال ايه؟ الرياضه من اكتر الحلول اللي بتقلل التوتر، وفي نفس الوقت هتخليك ما تفكرش فيها. فاحنا زي ما بنقول للرياضيين اللي بيدخنوا ما تدخنوش، لا، اللي بيدخن وما بيلعبش رياضه العب رياضه. الرياضه نفسها هي هتقلل بكتير، هتحسن الاكسجين عندك، هتاخد نفسك كويس، وفي نفس الوقت يمكن تلهيك شويه عن فكره انك تفكر كل شويه في التدخين. في الحاله دي هل الواحد يلزمه مكمل غذائي مثلا او مالتي فيتامين احنا مثلا او كذا؟ احنا دايما بننصح الناس، احنا قلنا دلوقتي هشاشه عظام، قلنا التهابات مفاصل، قلنا الكلام ده كله، قلنا مناعه ضعيفه اصلا كمان التدخين بيعملها. فالاساسيات انك عشان تقوي عظامك وتحافظ على عظامك بقى سواء مدخن او غير مدخن، اكيد يعني لازم تاخد احتياجاتك من الكالسيوم، احتياجاتك من فيتامين د، لو عندك خشونه والتهابات مفاصل تاخد مكملات تعوض او تقوي المفاصل بتاعتك، تقوي الغضاريف بتاع المفاصل مثلاً. بالنسبه للكالسيوم مثلا في نوع كالسيوم ستريت، كالسيوم ستريت ده يعتبر افضل انواع الكالسيوم اللي موجوده في العالم كله، عشان ما بتسببش امساك وما بتسببش قلق في المعده، من النادر انك تلاقي كالسيوم ستريت في السوق المصري. في نوع اسمه سي دي زي بيكس، سي دي زد بيكس من افضل انواع الكالسيوم اللي موجوده حاليا في السوق المصري، كامتصاص عالي جدا، كتركيز عالي جدا، كامان على كبار السن، امان برضو على مرضى الكلى والكبد، وفي نفس الوقت امان على الجهاز الهضمي، ما بتسببش امساك، متوفر وسعره هادي جدا. احنا دايما بنرشح للناس الحاجات المصريه اللي بنفس كفاءه الانواع المستورده الغاليه بس بسعر على قد الايد. دايما مش دايما بس في انطباع بيكون ساعات موجود عند البعض من الناس، ولما تدخل معاهم في حوار يقول لك ان ده مش مجرد انطباع، لا ده بناء على تجربه. فكره ان الماده الفعاله اللي في الادويه المصنعه في دولنا العربيه من وجهه نظر البعض لا تقارن كما وكيفا بالماده الفعاله الموجوده في نفس الدواء لو انت جبته من بلد ثاني. هو طبعا اعتقاد خاطئ. احنا لو جينا نبص في السوق المصري هتلاقي اشهر دواء سخونيه مصري، اشهر دواء للصداع هتلاقيه مصري، اشهر حتى مقوي جنسي بتلاقيه مصري. فلا، الدواء المصري بخير وبنفس الكفاءه والفعاليه، لان في الاخر المصدر واحد. يعني الماده الفعاله الشركه المصريه بتجيبها من نفس المصدر اللي الشركه الاوروبيه بتجيب منه. بس هو اعتقاد خاطئ خالص عشان التصنيع بيكون في مصانع مثلا في دول احنا بس دايما
بنحب نشكك في نفسنا، بس في الاخر هو نفس الكفاءه. على فكره نفس الفعاليه، بس في الادويه يعني، حتى في مستحضرات التجميل، في الشامبوهات، يعني ده انطباع موجود عند البعض من الناس. هي زي ما بنقول دايما، هي عقده الخواجه بس عند المصريين، بس في الاخر صدقني هي نفس الكفاءه والفعاليه. بعض الاحيان يا دكتور ممكن تبقى اشاعات طالعه من بالظبط المستوردين للادويه. تنافس تنافس. ما عشان كده احنا بنقول نوع الكالسيوم ده من الحاجات الفعالة والمميزة اللي هو سي دي زد بيكس. وبرضو على فكرة بخصوص الكالسيوم، دايما بيحتاج فيتامين دال معاه، فعشان كده في برضو نفس البراند نازل حاجة اسمها في دي بيكس، ده عبارة عن فيتامين دال تركيز 2000 وحدة دولية، مميز جدا انك لو هتاخده حتى لزيادة المناعة كروتين يومي، مش محتاج تحاليل ومش محتاج اي حاجة، وتركيز مناسب مش عالي ولا حاجة عشان خاطر انك لازم تعمل تحليل. والكالسيوم دايما بيحتاج فيتامين دال معاه. بالنسبة لحضرتك بتقول المستورد، لا احنا كمان نفس البراند في منه نوع اسمه جوينت بيكس. النوع ده لخشونة المفاصل، تركيبته حتى مش موجودة في الانواع مستوردة كتير في السوق، يعني من النادر انك تلاقي منتج لعلاج الخشونة يبقى فيه الجينجر اللي هو خلاصة الزنجبيل، اللي المفروض مميزة جدا كبديل طبيعي لتسكين الألم، حاجة طبيعية بتسكن الألم من غير أي أثار على المعدة بقى ولا على القلب ولا على أي حاجة. وكمان التركيب غير الجينجر، في جواه كمان البرومالين اللي هو خلاصة الأناناس. خلاصة الأناناس ده حاجة بتقلل التورم بس بشكل طبيعي، يعني احنا دايما متعودين على مادة التريبسين اللي هي بناخدها اقراص للتورمات لو درسك وجعك بتاع، خلاصة الاناناس ده يعتبر بديلة بديل طبيعي للمادة دي، يعني حاجة بتقلل التورم. طبعا مريض الخشونة دايما بيبقى عنده تورمات في الركبة، فده بتقلل التورم مع الجينجر مسكن طبيعي مع التركيبة الثلاثية كمان، هو يعتبر خماسي التركيبة، اتنين مسكنات وتلاتة بقى بيشتغلوا على الخشونة بشكل قوي وطبيعي، اللي هي مادة الهيالورونيك أسيد اللي بتعمل ليونة للمفاصل، الجلوكوزامين والكوندروتين اللي هم بيصنعوا الكولاجين في المفاصل، فبالتالي بيقللوا بشكل كبير جدا الخشونة والتهابات المفاصل. الجوينت بيكس بيتاخد حبيتين بعد الغداء للناس اللي عندها خشونة أو بداية خشونة أو بيعملوا تمارين رياضية ممكن تعرضهم للخشونة. فالجوينت بيكس كحاجة للخشونة مع الكالسيوم اللي هو سي دي زد بيكس، حباية بعد الفطار كالسيوم مع فيتامين دال بتركيز 2000 وحدة فيدي بيكس، يعني ممكن يتاخدوا حتى بشكل وقائي، يعني مش لازم يكون أنا مريض بهشاشة العظام والله أنا التهاب المفاصل. بالظبط، أنا لو بلعب رياضة والرياضة بتاعتي ممكن تعرضني للخشونة، إيه المشكلة أما أخده فترة شهرين ثلاثة كنوع من الوقاية لو أنا بدأت. الناس اللي بتلعب رفع أثقال كمان، رفع أثقال، كرة كلنا طبعا. أكتر يعني إحنا بنشوف أشهر إصابات اللاعبين، بس فكرة التحميل قوي على المفاصل وعلى الركب بصفة خاصة. بالظبط، وكل الألعاب اللي فيها ضغط على الركب فعلا. وبرضه نفس الكلام الستات البيوت مع الوقت الحمل والرضاعة بيحصل عندهم نقص في الكالسيوم وفيتامين دال، بتلاقيهم معرضين برضو أكتر للخشونة وكبار السن. شغل البيت على فكرة وارد، شغل البيت احنا دايما متعودين، والدتي ووالدتك دايما أنا يعني ركبي يا ابني أنا مش عارف إيه طبعا. هو مرض العصر خشونة المفاصل. والناس طبعا اللي بيعانوا كمان من زيادة الوزن، ده أكتر ناس معرضين للخشونة، فاحنا برضو مع الحاجات دي برضو بننصحهم إنهم لازم يعملوا نظام غذائي عشان يقللوا وزنهم. كل ما وزنك قل كل ما بعدت عن الأمراض بصفة عامة، مش بس الخشونة، السكر والضغط كل ده عايز تظبيط. صحيح أكل. عندك حق عندك حق. هو أنهي فيتامين يا دكتور اللي من ضمن مصادر الحصول عليه الشمس، أشعة الشمس؟ فيتامين دال. فيتامين دال اللي أنا أعرفه إن فيتامين دال ده عندنا كمصريين مشكلة إلى حد ما فيه، صح كده؟ مشكلة، لأن يعني ليه في مشكلة؟ هو من قلة الشمس لا، من قلة الخروج للشمس، يعني هو الوضع عدم التعرض ليها. عدم التعرض للشمس، يعني هو معظم ستات البيوت قاعدين في بيوتهم ما بيخرجوش، مش زي الأول، مش زي الفلاحين زمان إن احنا كنا بنخرج في الشمس كتير، ما عادش كلام من ده. ناس كتير بيبقوا في مكاتبهم مثلا. بالظبط، احنا هنا في القاهرة شوف معظم الناس بيبدأوا شغل من 8 الصبح لغاية الساعة 5 قاعدين. صحيح. في مكاتبهم ما بيخرجوش. عدم التعرض للشمس مشكلة كبيرة جدا. الأمراض بتزيد في الشتاء بسبب
ان فتره التعرض للشمس بتقل، ففيتامين د في اجسامنا بيقل، فبالتالي مناعتنا بتقل. فيتامين د مش عظام وكالسيوم بس، لا وكمان مناعه. عشان كده الفيدي بيكس اللي بنقول عليه اللي هو تركيز 2000 وحده دولا، اعتقد ان هو مناسب كمان لزياده المناعه في اوقات البرد او اوقات الشتاء او اوقات نزلات البرد اللي ماليه الدنيا اليومين دول. واللي ما بناش فاهمين هو دي نزله برد ولا كورونا ولا وضع. لا احنا خلاص احنا اصل اي عطسه دلوقتي بقت مثيره للريف. بالظبط ما تقدرش تعرف مرجعيتها. احنا نتعامل ان هي نزله برد شديده وخلاص، لان في الاخر هو الكورس واحد. يعني سواء برد او كورونا في الاخر هو الروشته. بس مش بروتوكول العلاج في حاله الكورونا بيبقى اشد شويه من دور على حسب شده الحاله. يعني في الاخر الحالات البسيطه ما هو الطبيب بيكتب بس فيتامين سي ودال ومش عارف ايه وحاجات بسيطه، انما لو هي شديده شويه بيبدا يزود. هي بالمناسبه انا يعني هطلع مؤقتا بره الاطار اللي بنتكلم فيه، بس الشيء بالشيء يذكر والكلام بيجيب بعض. هو وضع كورونا ايه؟ هي يعني قلت قوي ولا اختفت ولا موجوده واحنا زهقنا فبقينا نسميها اكبر برد ولا وضعها؟ هي تعايش بقى خلاص، لان هي في الاخر دلوقتي بقت الموضوع بسيط خالص عن الاول كقوه اعراض، ما عادتش شرسه زي الاول. احنا حتى بنحسها في الصيدليات ما فيش شراسه زي الاول خالص. هو من الاخر دور برد عادي جدا كل الحكايه، حتى ما فيش عزل زي الاول خلاص. يعني على ذكر الصيدليات والصيدله بشكل عام، برضه من ضمن انا بشوف ان هي من ضمن الافات الموجوده عندنا فكره ان احنا بنعزم على بعض بادويه وبنكتب لبعض وبنصرف لبعض روشتات واحنا لا دارسين ولا متخصصين، وعندنا مبدا اللي هو اسال مجرب ولا تسال طبيب. الى اي درجه الفكر ده خاطئ وممكن ينتج عنه مصايب لناس لا كتير؟ طبعا ادويه الضغط، ادويه القلب، المضادات الحيويه، المسكنات، كل الكلام ده خطر جدا طبعا، تداوله بالنصايح ومن غير اشراف طبيب غلط جدا. انما اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الكورس الخشونه والكلام ده كلها حاجات مكملات غذائيه طبيعيه ما فيش منها اي مشكله. يعني الجوينت بيكس اللي اتكلمنا عنه النهارده ده مجرد حاجه بتبني بتساعد على بناء الكولاجين اللي هو بيحفظ مرونه المفاصل، فبالتالي هو حاجه طبيعيه. الجسم اصلا نفسه بيصنع الجلوكوزامين والكوندروتين، بس كل الحكايه ان مع السن بيبدا يقل، فاحنا بنديه كمكمل غذائي يكمل اللي ناقصك. برضو نفس الكلام الكالسيوم اللي قلنا عليه الكالسيوم ستريت، ان احنا مع الوقت يعني الستات مع الرضاعه والحمل والبتاع ده كالسيوم بيقل عندها فبتحتاج كالسيوم. فيتامين د ما بناخدوش من الشمس بشكل طبيعي فبنقول لهم خدوا فيتامين د. فاقصد اقول ان حتى اللي احنا قلناه النهارده بعيد عن فكره ان احنا بنقول لحد او حد ينصح حد بحاجه، لا حاجات طبيعيه خالص مجرد مكملات غذائيه بتكمل اللي ناقص عندك. انما فكره حضرتك انك اخد مضاد حيوي من نفسي لا طبعا. فكره ان انا اخد زي حقنه البرد اللي الناس بتروح تاخدها وبتبقى في منتهى الخطوره. فكره ان انا اخد كورتيزون، في ستات كتير بتبوظ وشها مثلا ان هي تعمل تراكيب كده مراهم على بعض من ضمنهم كورتيزون يبهدلوا وشهم ويرجعوا يقعدوا يعالجوا فيه. فهي الفكره ان زي ما حضرتك قلت ما ينفعش حته اسال مجرب دي خالص. طبعا برضه من ضمن الموروثات الاجتماعيه او الشعبيه عندنا في مصر ان في ناس كتير بتربط ما بين اكلات معينه وبين وظائف معينه في الجسم. يعني في ممكن تربط بين مثلا اكله وبين القدره الجنسيه او زياده نسبه الخصوبه او رجوع بقى اللي احنا بنتكلم فيه فكره المفاصل وكلام من ده. برضه من ضمن الموروثات ان الكوارع بتعمل شغل نار فيما يتعلق بالماده اللي بتبقى ما بين المفاصل وبتمنع الاحتكاك. برضه هو على عموم الكلام ده صحيح. انا هقول لحضرتك حاجه، احنا في اكلات منصوح بيها في الخشونه، الكوارع حلوه فعلا، لان الكوندروتين اللي هو من ضمن حتى الجوينت بيكس هو يعتبر مصادره طبيعيه برضه من حاجه زي الكوارع، لان في الاخر الكوندروتين والجلوكوزامين حاجه بتيجي من المحار، ممكن تيجي من فعلا من حاجه زي الكوارع، لان الكوارع من ضمن مكوناتها فعلا الكوندروتين والحاجات اللي بتقوي المفاصل. بس طبعا مش علاج. يعني انت عشان مثلا تاخد نسبه يعني الكوندروتين اللي موجوده كده في هشاشه العظام بدل ما اروح صيدليه اروح مصمت. لا بس مش هتجيب. مش هتجيب. بس احنا بنقول منصوح بيه اوكي، بس في الاخر الحبايه الواحده من الجوينت بيكس هتعوز 20 30 كيلو كوارع يعني. اوكي طيب، برضو قبل ما الوقت يطير احنا فاضل اقل من دقيقتين على نهايه حلقتنا النهارده، برضو عايز يعني اسال حضرتك لو
بحكم تخصص حضرتك وطبيعه عملك وخبراتك التراكميه السابقه، هل لاحظت ان في معلومات معينه خاطئه الناس بتتداولها او بتعيش من منطلقها فتنصحح الفكر ده عند الناس؟ لا، في كتير، في كتير جدا جدا، يعني في على الاقل في عالم المفاصل وال هقول لحضرتك والعزم. حاجه، احنا عندنا في مصر اي حاجه حلها مضاد حيوي. ازاي؟ يعني لو واحد ظهر وجعه ياخد، طب انت هتاخد مضاد حيوي لظهرك ليه؟ يعني فاهم ازاي؟ ده اكتر حاجه الناس بتغلط فيها، ان عندهم مضاد حيوي حل لاي حاجه، وده غلط جدا. دي من اشطر الحاجات الخطر واللي ممكن تسبب مشاكل كبيره جدا للصحه العامه بعد. يعني في حاله الادويه بشكل عام والمضادات الحيويه، مضاد حيوي اخطر حاجه، اخطر حاجه، يعني ما ينفعش ده يحصل دون الرجوع للطبيب. المضاد الحيوي بالذات، لان البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه دلوقتي بدات تبقى شرسه. بيبقى في مرضى ما بنلاقيهمش مضاد حيوي يعالجهم بسبب ان هم اخذوا مناعه من ضمن ضد كل انواع المضادات الحيويه. هل في اي ثورات، طفرات طبيه حصلت مؤخرا ليها علاقه بعالم المفاصل والعظام؟ الوقت الاتجاه كله للحاجات الطبيعيه زي اللي قلناه النهارده. الناس بتحاول، او العالم كله بيبعد عن المواد الكيميكالز وبيلجا دايما للطبيعه عارف. فعشان كده احنا بنتكلم في الجوينت بيكس كحاجه طبيعيه. جميل، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك، نورتني يعني اسعدتنا وافدتنا كمان. فان شاء الله نشوف حضرتك على خير. الله يكرمك. واشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، وان شاء الله نلتقي غدا في يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الخيرات.